رجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على جدا إفام. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شاد اف ام، برنامج البطوله المعد ديالكم اليومي من اثنين حتى الجمعه. سعداء جدا بلقياكم فهاد اليوم الاربعاء 10 يناير 2024. ملي كنقولوا الاربعاء 10 يناير يعني الحصه ناقص 3 قبل انطلاق منافسات كاس افريقيا. كاس افريقيا الانطلاقه نهار السبت بلاكوت ديفوار الدوره ديال 23. فاحنا بدايه من اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا لذاك اش كنسميوه؟ عد العكسي. لا كي لا عكسي لا عكسي. غندخلوا بثوب البطوله كان 2023 واللي هي 2024 او 2023 زائد واحد. كابتن فخر الدين اهلا وسهلا. اهلا منير، ايمان، اميمه وجميع صديقين وصديقات البرنامج. ايمان مرحبا. اهلا بك منير، اهلا بكابتن فخر الدين، باميمه، بكل المستمعين والمستمعات ديال شاد اف ام. اميمه اهلا وسهلا. زقلت فخر الدين واحد اللقطه البارح ما شفتيهاش بحالاش اميمه اثناء تناولها البسكوي. وعاده ماشي شي مشكل. لا لا بدلات النوع ديال البسكوي. المهم الواحد هو اللي بقى على سباخته. جابت واحد النوع جابت شي واحد جابت واحد النوع اخر وقلت لها ما شافش فخر الدين هذه اللقطه هذه. من بعد تحيه للاصدقاء ديالنا وكل المتتبعين. اليوم كيف قلت الحلقه جي موان 3 قبل منافسات كاس افريقيا، وبدايه من اليوم حنا غادي ندخلوا لهذا كاس افريقيا، نشوفوا ما يروج قبل انطلاق المنافسات. الفريق الوطني المغربي ديالنا، نرجعوا شي شويه للور، نشوفوا تاريخ هذا المغرب في منافسات كاس افريقيا واللي فيه نقاش كثير ما بين دورات غبنا فيها وما بين دوره اللي ديناها 76 وما بين دورات اللي كان فيها الاقصاء من الدور الاول. يعني تاريخ غير مستقر في منافسات كاس افريقيا، غادي نهضروا على هذا الشيء ما كاين حتى شي اشكال. بالاضافه بطبيعه الحال المستمعين ديالنا، الرقم الهاتفي 0522 36 0536. مرحبا بكل الاراء وخاصه اللي عندها علاقه بالفريق الوطني المغربي. كيفاش كتشوفوا الان قبل هاد 3 ايام او 4 ايام، كيفاش كتشوفوا الفريق الوطني المغربي، الشكل ديالو، كيفاش كتبان لكم الحظوظ في هذه المجموعه اللي حنا فيها، اللي فيها تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطيه الى غير ذلك. فمرحبا بالجميع. انا قبل بعدا ما ندخل لكاس افريقيا بغيت نمشي بعدا لاسيا هي الاولى. توما غادي يبداو في نفس غيبداو الجمعه. ولي ماتش اميكو خدامين. الحسين عموته مع منتخب الاردن بعد ما فاز على قطر وديا، كان هذا اول انتصار ليه مع منتخب الاردن. البارح كلا واحد واحد التصرفقه لا مثيل لها مع الجابون، ماتش اميكال 6-1. ملي كيمشيو ذاك الهو نيفو يمكن انا كنظن بانه يمكن مع قطر والامارات وعمان كاع هادو منتخبات اللي يقدر المنتخب الاردني يسير فيها ذاك النهج التكتيكي ولا اللي بغيتي، من ناحيه كاين واحد التقارب. ولكن اون فوا كتدوز ديك لابار ديال جابون، ديال كتمشي لعند هادو اللي هما عندهم نقولها سوابق، ولكن سوابق اللي هي كثيره في كاس العالم. من غير سوابق شوف غير جابون مؤخرا وي و غادي شداتو لا هي حتى في الحضور ديالهم في كاس العالم، البطوله ديالهم، الاشتغال ديالهم، كيديروا شي حوايج دابا حتى في الخدمه ديالهم. سير لو بلون سطر على هذه ديال كاس العالم. عقلت شنو داروا؟ ربحوا اسبانيا وربحوا الالمان. اي ربحوا اسبانيا والالمان، خرجوا على كانوا هادي كانت ما غادوش كاع سميتها، وخرجوا على المانيا. خرجوا على المانيا هما اللي قصاوا، هما اللي قصاوا وموراها في لي ماتش اميكو. لا انا ما كنبغيش ندوي انا لي ماتش اميكو، نخليهم ابار، ولكن ملي كنشوف لوفيسيال كنقول بانه هذا المنتخب هذا بالعمل ديالو والخدمه ديالو اللي كيتوفر عليها، ودابا هو في اعلى التقنيات. ملي كتمشي تحضر لهم التدريب ديالهم والعمل ديالهم اللي تيقوموا به، يعني اتونسيون راه غادي فواحد القوة كروية جاية. شوف كرويا وحتى ذاك العلم اللي كنقولوا حنا اللي كان عند الفرنسيين وكان عند لي زالمون وكان عندهم هما كيتوفروا عليه دابا. دابا بغيتي الالات منير، بغيتي كاع الحاجة اللي غتحتاجها في كرة القدم عندهم هما، عندهم زائد العمل اللي كيقوموا به، زائد ذاك الاحترام اللي عندهم داخل المؤسسات ديالهم بحال دابا لي زيكيب ديالهم. بعدا ديجا ملي كتشوفهم واقفين وديك التحيه كيفاش كيعطيوها عندهم واحد المنظر بعدا عجيب منير، بعدا الاخلاق والاخلاق داك الشيء عندهم كثير. يا سلام. وكتعاونهم المدرب الى شتي سير لو بون، كتشوف المنظر كيفاش كيكون جالس، كتشوف التعبير ديالهم في الفرحه كيفاش كتكون، كتشوف الاستجوابات ديالهم. يعني ناس وصلوا لواحد القمه
عاليه ولكن مازال هما بالنسبه لهم دابا في كوب دي موند احنا كاينين، ولكن لما لا نكونوا الا بغينا نكونوا بصح واحد النهار غيديو فوالا ولا نشوفوا اسيا. انا عموته نهار الاول ما نبقاوش نعاودوا نفس الكلام. الاختيار ديال عموته المنتخب الاردني ديجا في الاول قلت لك ديك واحد المنتخب اللي ما كيتوفرش على عناصر دوليه المدرب ديالو غيتعذب. عموته خرج من ذاك لو كونفور ديال كان في السد القطري كيتوفر على احسن لاعبين دوليين، خرج بالكونفور ديال الوداد كان كيتوفر على لاعبين منتخب المحلي عنده لو شوا عنده هذا. كان واحد وقيته في الفاتح كيقدر يخدم الانسان ملي كتعطيني لي زانغريديون كتعطيني باش نخدم كنخدم، ولكن اي فوا كنمشي لواحد المنتخب اللي يلاه نتسنى ما عنديش بحال الشكل اللي وقع الزكي تا هو منين مشى للمنتخب السوداني. مازال نهضروا على الزكي تا هو منين مشى للمنتخب السوداني انا قلت لك في الاول قبل ما يبدا من غير الا كانت شي مفاجاه تا هي ما تخدم الا ما عندك شي منير واحد اللاعبين في المستوى الكبير اللي غادي يقدروا يعاونوك. زائد جا في واحد الظروف اللي الهلال وداك المريخ ما بقاوش هما اللي كانوا كيعطيو العمود الفقري ديال المنتخب الوطني. كون مشى لهم في الثمانينات والتسعينات انا عندي اليقين بان الزكي ينجح مع السودان. ها هو دابا عاوتاني في منتخب النيجر غادي يخدم تايعيا خصو يتسنى شي حاجه اللي هي شي عصا سحريه لو جو سي با باش يكونوا نتائج باش نرجعوا لعموته. عموته كنظن بالتجربه ديالو هذه يحطها في واحد الخانه ديال ما عنده ما يدير ما غير هو. انا بالنسبه لي اضافه بالنسبه لي لا هي اضافه بالنسبه لي، ولكن نتمنى على ان الناس اللي في الشان الرياضي سيرتو في خصوص المنتخبات ما ياخذوش عموته كمدرب اللي ما نجحش. ماشي هي دي اللي خاصها تخاد عليه. اذا كان عندهم نفس الفكر اللي كنتكلم به دابا انا ولا واحد عدد كبير ديال المحللين ديال ما توفقتيش هنا صافي راك مصالحش. ماشي ما توفقتيش الظروف العجبه خلاتك ما توفقش حيت كاين ظروف هذه راه شحال من واحد ما كيشوفهاش. لا كاين اللي ما كيعرفهاش ماشي ما كيشوفهاش كيصحاب غير اون فوا مشيتي لواحد المنتخب راه النتائج لا راه الظروف اللي مشيتي فيها داك الشيء اللي كتوفر عليه راه ما خلاكش تنجح. تقدر دير اللي درتي. انا بالنسبه ليا الفوز على قطر هنا فين تحط عموته تقول هاد السيد منين في النيفو اللي قريب ليك ولا اللي فوالا فوالا واش من قدك قطر تاعي ما كتقلش قطر تاعي ملي كتشعل شعل التلفزيون ما كتسمعوا هما خدامين. لا قطر بعد لا كوب دي موند لا ولكن علاش لا كوب دي موند بحال بحال تلقاو لا قلتي لي بعد لا كوب دي موند بعد لا كوب دي موند لانه هما كان كل شيء لوبجيكتيف ديالهم هو لا كوب دي موند. ولكن هذاك اللي عطاو الفرقه وداو هرب ليهم بها سانشيز مزيان سعداتهم بقى شي 3 شهور ولا ما هما اللي قالوا لي لا سعداتهم سعداتهم. انا كتجي كتعطيني سيروت كتقولي هاك دابا راه حتى كارلوس كيروش حتى هو راه لا ما تعطينيش لا واحد القضيه نكون انا واقف راه خصك يكون عندك ناس تجي تقولي دير لي الفرقه ديالك 3 شهور وقفتي لهم البطوله وهربتي لهم الفرقه ما عمرها ما كانت دخلتي لهم واحد شي حوايج شتي هذيك قطر. انا بالنسبه لي هذاك المنتخب والله ما نكذب عليك كان يبقى يلعب لي ماتش اميكو ويبقى تما وغادي يقدر يدير تهربتيه ديتيه لعب في كوبا امريكا الجولدن كاب قلنا في كوبا امريكا شفناه مع شي خصوم قلنا واقيلا قطر تفاجئنا فاذا به منين دخلت ملي دخلوا لقطر لا بريسيون ما كدوا على والو ماشي لا بريسيون كيبان لك حتى لا بريسيون حتى لا بريسيون لا عبلاتي كاين واحد القضيه كاين لا بريسيون وكاين واحد واش عقلت عليهم في ماتش الافتتاح علاش تعودتي وحنا ما كانوش معسكر علاش تعودتي فهمتيني الصوره اللي ظهروا بها لا علاقه زعما ديال ماشي المعسكر هو اللي كيدير لك هما دابا المشكل اللي عندهم يعني دخلوا وتا المنتخب اللي واجهوا الاولين كولومبيا واقيلا الاكوادور الاكوادور حماهم هذاك لافاسونتر سميتو هذاك الانترناسيونال ماركا دو بوت ماركا دو بوت لعبوا مع واحد المنتخب ماشي لا هذا هو المشكل شتي قطر كون لقات البرازيل ولا الالمان غادي دير ماتش كبير بحال السعوديه من شافت الارجنتين اييه جراو كانوا غيديروا ماتش كبير وصافي كانوا غيقدروا يديروا ماتش كبير لعبوا مع واحد الفرقه اللي ما عندها ما يدار تاعي هما ذوك الاكوادور ربحتونا كاع احنا الاكوادور تا هما تيقولوها وانتم اللي منظمين وانتم اللي منظمين وانتم اللي درتوا هذا. ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام ومن بعد معكم نواصل الحديث.
مالك صاحبي على هاد المرجة كلها؟ قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء. واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا؟ تبدل هاد الراكور يطردق الاخر، والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره، الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقه عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب؟ ايه اير اش عند كازا دريب، المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه، وكاع الدوزان والاكسسوارات السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله يعمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. اير اش كازا دريب، اتصلوا بنا على 0522 248 600. من قلب كارتي فيكتوريا بوسكورا، اريزونا بارك كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ، الكثير من المساحات الخضراء وهندسة معمارية جد حديثة. استفدوا من العروض الحالية، شقق بجوج وثلاثة الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800,000 درهم. التسليم في الحين، تصلوا بالرقم 080-200-0010 080-200-0010 أو عبر الواتساب 0674-89-0011. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي، وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على جدا إفهام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. تحيه لكل الاصدقاء ديالنا وكل المتتبعين. المنتخبات الافريقيه في استعدادات وفي تحضيرات، وما حدنا تكلمنا على المدربين المغاربه الممثلين ديالنا في المنتخبات الوطنيه. هضرنا على عموته اللي كيحضر لكاس اسيا، زاكي مع منتخب النيجر، وان كان هما مكاليفيش لكوب دافريك ولكن كيوجد هذاك المنتخب باش يلعب به الاقصائيات ديال كاس العالم. لعب ماتش اميكال مع السنغال والبارح 1-0 السنغال، والنيجر كانوا مزيان. يمكن تكتيكمون دابا هما باش لاعبين بداك الشيء اللي كيتوفر عليه بدو الزكي، ديك الوقفه الى هما تعطاو ليه مع 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 العمل ديالو اللي كيقوم به يقدروا ولكن كيبقى دائما واحد ماتش اميكال. ماتش اميكال فيه بزاف ديال التخوفات وما تابعكش شو اوبجيكتيف. ماشي كواك، انا ديما كنحط الماتش اميكال في الخانه ديال المباريات اللي كتكون ما تبازيش عليها كثير. هي مزيانه للنيجر اكثر، مزيانه لبدو الزكي اكثر اكثر ما هي مزيانه للسنغال. انا ومع لادفيرسير السنغال، دونك حتى هو كيبقى ريفيرونس ديال من غير ادفيرسير سنغال ديجا هو مزيانه ليه. يلعب دابا مع السميح مع اي منتخب مزيانه ليه، يستافد يخسر يربح الا هو في اطار تهيئ واحد المنتخب اللي لوبجيكتيف ديالو يضرب على التاهل كاس العالم، غتكون بالنسبه ليه مهمه بعدا ديجا. وقيله انا بالنسبه ليا هادشي اللي حاطين معاه هو يعني لا ما حاطينش معاه كاس العالم، لا ماشي كاس العالم، الاقصائيات زعما الى معاه لاكوب افريك الجايه. لا لاكوب افريك الجايه 2025 داكشي عاوتاني منير كله على حساب المنتخبات اللي كتواجه المجموعه اللي كتكون فيها. حنا كنقول ونعاود نرجع معاك القضيه اللي تنقول لك دائما على حساب العناصر اللي كتوفر عليها منتخب محلي بواحد البطوله اللي وقيلا ما شبه ما كايناش، عرفتوش كاينه ولا ما كايناش. شبه الله يرضي عليك. مدينه بلد اللي مشيت انا لعبت فيه مع ليكيب ناسيونال، لعبنا تما في ذاك في النيجر في نيامي. في نيامي يعني هذاك الشيء ما على قد الحال. لعبتي دو ماتش وقيلا كان بيناتهم شحال من شهر مع ليكيب ناسيونال بعدا مع الوداد، ماتش ديال 1-0 ومع الوداد البروميير تور مع مشينا مع الوداد مع ساحل نيامي 0-0 الوداد وعاد ليكيب ناسيونال. هي الماتش اللي كان توقف فيه بن عبيشه وقيل عام هذيك بوحده هذيك ديال ليكيب ناسيونال، راه كانوا مقاربين كانوا مقاربين عرفت شحال في نفس التيران نفس الملعب هو اللي باقي فيه ارتيفيسيال هو اللي ارتيفيسيال هو اللي باقي في النيجر. كان باقي مونين هذاك الملعب هذيك الزربيه غادي يكون صافي. لا غيكون كيبدلوا الموكيت مره واه الله. لا ولكن الملعب الوحيد اللي باقي في العاصمه بنفس الطاقه الاستيعابيه ديال الجمهور قريب انا صغير هو اللي كانوا يلعبوا فيه بركان العام اللي فات مع هذيك الفرقه سميتها ما عقلتش على اين. هاد الظاهره هذه ديال قبل كاس افريقيا دي ماتش ميكون مخبيين كاين اللي لعبه وياكلوا ما كاين لا نقل لا والو، وكاين اللي خارج بوجهين مكشوف
وخرج بوجه مشكوك. شوف هذه اختيارات ديال المدربين، ما عندك ما تبقى تناقش فيها. وديما في اول قبل من الظهور في كأس افريقيا ياما شفنا حتى في كوب دي موند في هذه اسيا كتشوف الاختيارات ديال المدربين مع المنتخبات. اسمح اللي ما كيقدرش المدرب يكشف عليها وهذوك الناس المسؤولين عليه حتى هما ما كيعطيوش، كيبقاو معاه غاديين معاه في الاستجابه باش كيقول لك حنا هذا نظريه ديال المدرب تحترم الى ان يظهر الحق. لكن هو بالنسبه لك انت الله يحبك كمتتبع ولد الكره، شنو شنو الفلسفه ديالي الا خرجت؟ لا كاين شنو الفلسفه اللي فيها 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 فيها, 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 فيها. واحد الماتش اميكراوي كلو كندير فيه ما بغيت، ما غيت فيه الماء ما والو، كندير فيه العجب متعجب، كندير فيه يقدر يدير فيها شي ما تكتيك اللي ما كيبان حتى شي واحد، كيبان لي غير هو ديك الفرقه اللي لعب معها كيدير بزاف ديال الحوايج، تيقدر يزعم على على تغييرات يديرهم ليك، يقدر يدير لك واحد كاين كاين مونيل عكس ما كديروا اوفيسيال وبالنقل التلفازي وبحضور جماهيري، لا كيكون شويه كتكون فيه شويه ديال لابريسيون على المدرب، ما كتخليهش حتى هو يحس وكانه بحال كتدخلوا في الاقصائيات مبكرا، الوغ كو هو باغي يبقى ترونكيل حتى يمشي لا كوب دافريك ديريكتومون ويصفر الحكم ويبدا الشامبيون. فالمباريات الوديه اللي تلعبات في هاد في هاد اليومين ولا هاد الثلاث ايام يعني تحضيرا للمنافسات ديال نيجيريا، عنده واحد المشكل دابا، عنده من دوزيام جوور دابا بليسي، دابا وصلوا جوج ديال اللعابه مهمين، واحد راه كيلعب في الالمان والاخر دابا، ولكن يمكن كان عندهم ليفيكتيف بالنسبه ليا لا ملي ناداو ناداو على لعاب كيلعب في فرنسا وتا هو عنده دابا كي قلتي انت حتى لو وقع قال لك رب ضر نافعه كاين قاعده الاختيار. هذا هو اللي عندهم لعابه بزاف في اوروبا. الجزائر 4-0 مع بوروندي البارح، بغداد بونجاح، رياض محرز، اسلام سليماني، امين عموره، الجزائر من المرشحين. هما الجزائر ملي كتشوف هاد اللعابه حافظ على واحد ليفيكتيف رجال بعقلهم ومدوزين ومدوزين لكوب دافريك. شونجا شي حاجه جا دار دار لا دابا هادو ديجا كاينه هذيك القضيه ديال ليكسبيريونس، فوالا ليكسبيريونس هذا ما باقيش دوز عليه على ما داز عليهم ديك كوب دافريك. كان راه صيفدوا حدين ثاني ايه، ولكن بالماضي ما تنظرش باقي غدوز عليه بحال اللي جرى لهم في الكاميرون. الكاميرون مونير كلشي قاصه، الا بغينا نهضروا معقول الكوب دافريك في الكوب دافريك ديالها كلشي الملاعب ديالها بزاف ديال الحوجات ما كانوش هما كانوش عن نفس المجموعه ديالنا حنا زامبيا 1-1 مع الكاميرون. مزيان 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 لمن مزيان ماتش امريكان مزيان مزيان اليوم هما لهاد زامبيا ومزيان لهاد الكاميرون. زامبيا مع المدرب زعما شنو الا قلتي لك زامبيا خسرات 3-0 بغيت تحطها انت ك لا معدل لا. انا شوف انا بعدا باش نكون واقعي انا كنقول المجموعه ديالنا راه صعيبه صعيبه لان تبوت العكس. علاش لا انا نقول لك علاش صعيبه بينات لنا هاد المنتخبات في المشاركه ديالها لا من غير المشاركه غير في هاد الماتش لا في الماتش الحضور ديالها كاين تقدر تخلق لك مشكل دابا زامبيا ضعف تتعيا وتبقى عندها ديك الصفه ديال المنتخب الزامبي اللي عقلتي كان فاز وعنده دائما لاعبين في المستوى الكبير. ثم كاين الكونغو الديمقراطيه اللي لاعبين اليوم مع بوركينا فاسو، غير هو زامبيا والكاميرون فين لعبوا؟ عندنا السعوديه. مزيان حق قلتي لي اخرين معسكرين السعوديه السعوديه شي معسكر في ماسترش. الكونغو الديمقراطيه لاعبين مع بوركينا فاسو فين؟ قلتي لي الامارات. الامارات لاعبين في الامارات ناس راه مزيان بعدين مغربين ديال الطقس والله اعلم ايه الطقس الطقس مشيتي للطقس نفس الطقس اللي كاين في تقريبا في البلدان ديالهم هو ديك بغاو يبقاو في ديك لاداتاسيون ديال ديك الحراره اللي غادي يمشيو وغادي ينزلوا في الطياره وغيلقاوها هذاك ديك لاشالور اللي كتعطيك اول ما كتوصل للمطار. دابا اللي ما عمره ما مشى لافريقيا ما كيعرفش اش كيتسناه باقي واحد اللقطه ديال اللي كتم غادي اون فوا كتوصل كتهبط من الطياره غير كتهبط يلا كتحط رجليك كيضرب فيك واحد داك الشوم الشوم لا حنا كنسميوه هنا الشوم هذاك الشكل طار من السشوار الى ضرب خاصك تمشي وديك الساعه انت هي كتبدا لادابتاسيون كتولي عندك واحد كتدخل عندك حتى حتى الريحه داك الشم كيتغير لك حتى الريحه ديال سميتو كي عندك سبحان الله العظيم كاين واحد الطقوس عجيبه. اللقطه اللي تفكرت دابا هي في 98 بوركينا فاسو مع والكاميرا تابعه اللعابه مع الحله ديال الطياره او اللي غير خرج واحد كان تقريبا ليه طاهر الخرج غير خرجها قال اه العوافيه جا معلم العوافيه دايغ راه قالها المرابط البارح في لونترينمون قال لهم ترو دو شالور زعما
ماشي يقول لا قالها زعما في لا ديكلاراسيون يمكن انه يتجنبها ولكن قال هذيك اللعبه ديال يقول نقولك علاش ضروريه تقوليها علاش لانه بالنسبه انا كلعاب وغادي نمشي نحضر بزاف منين نقول لك شنو هو اللي كنعيش فيه نقول لك طروت شالور لي ميديتي غنبدا نهضر معك بعد سي طافي نورمال وما عارفين لا الركراكي ولا بن محمود ولا كاع هذوك اللي عندهم ليكسبيريونس تما عارفين اش كيتسناو يقول لهم اتونسيون راه سيني بلي لوندر كتلعب في الشتاء ولا انت في فرنسا كتلعب في الشتاء دابا غادي تدخل كتدخل الطبيعه وحاجه اخرى الارضيه ديال الملعب وحتى المجريات ديال المباراه واللقاءات اللي غادي تلعب كتلعبوا مع خصوم اللي كتعتمد على الدفاع البدني هو كيكونوا واقفين حتى هي انت ما تبغي تخطط وتبغي دير دوك لي دريب ودير كاين بعض الدراري شي وحدين فيهم ما كيتقلبوش كيبقى يشوف فيك هكا خصو يعني كاين كاين بزاف ديال دوك لي ديتاي اللي كاين لا ديفيرونس بلاتي راه مشى الصوت ديالك اخر بقيتي كتحرك الميكرو حتى بلاتي كاين عوامل وانت اللي بقيتي كتحرك فيه لا هو قال لك حركني لا شوف شوف دابا ديك القضيه اللي قلتي ديال دوك لي ديتاي وداك الدفاع البدني هو اللي خصنا نديرو باش نجبدو لك الميكرو بقى كيزعزع كيزعزع الميكرو لا هذه شكرا لك ساليت 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 كملي مع منير ابي ما اميمه هذه قراه هذه قراه هذه كتباقى راديو في السدة راديو في السدة شوف خلي الميكرو محطوط الدريه باقا صغيره مسكينه المهم بعدا كدير مخرجه ودير تريسيانا ودير كلشي ولا باس ما طحتيش مع شي واحد انا الجم يدخلوا بعدا هادي لا فوق ما العظيم لا فوق شوفوا انت كذا ما تحمش الله شي مرقع جبتي البداني انت دابا كت هذه السياسه الترقيع هي اللي كدافع عليها انت لا راه ماشي الترقيع راه درتي لي لا درتي او بلاتي ها هو راه نفس الميكروات عندنا كاملين تغني به انا غنبقى ندير ليه ها منير منير هو مدير ماشي تحت منير غادي تمشي وتبقى تهز وتغني كاع لا لا سمح لي الميكروات تغني بهم في الميديا هذه يمكن تغني به كاع الله يهديك راه متحرك ودي الله يهديك شنو خلينا في الدفاع البدني هو هو على ميكرو ميكرو وكرسي راه هو هادشي اللي دار الدفاع البدني مع الميكرو ميكرو وكرسي وزيد وما يزيد شوف لادابتاسيون ادابتها مع راسك الله يهديك الله يهديك نرجعوا لادابتاسيون ديال خا مازال ما بغيتش ندخل للفريق الوطني المغربي ديالنا بغيت نبقى غير في لي ماتش اميكو خرجتوني من الموضوع زامبيا الكاميرون 1-1 غانا ناميبيا 0-0 السنغال ذكرتها فازوا على النيجر 1-0 نيجيريا اللي خسروا مع غينيا 2-0 ثم كاين اليوم كيف قلت جمهورية الكونغو مع بوركينا فاسو واحد الماتش كان ظل الماتش العلم لله ديال الار دي سي مع بوركينا فاسو ثم كان واحد الماتش واحد النتيجة سابقة ديال تونس مع موريتانيا 0-0 وانتقادات لعبوا شحال هذه لعبوا في تونس لا مؤخرا لا ماشي مؤخرا شحال ها مؤخرا واحد 3 ايام دابا فوالا 3 ايام انتقادات كثيره على المدرب على المدرب لانه الماتش اميكا اللي عنده من بعد قال لهم غادي تلعبوا ويكلوا باش ما نكشفش الاوراق قالوا ليش من اوراق بعدا كاينين نشوفوهم باش يتكشفوا راه وريت دابا هذا سي ان بروبليم اختيار ديال الجامعه اختيار ديال من ديالهم حتى هما بالنسبه ليا ان اونترينور كتجيبو كتحطو دابا كتخليه كتعطي لا كارت برونش وخاصك تحمل مسؤوليتك النقاش دابا لا داعي للنقاش لا داعي دابا باش تقول بان تونس ولا المدرب ولا دابا عطيتيه ليكيب صافي دابا تسنى يمشي لكوب دافريك ودوك الدراري اللي غادي يلعبوا هما اللي غادي يديروا لا ديفيرونس لونترينور تيكون على واحد الحلقه شويه الا قدر يحط ويدير ويقاد الامور ولكن رغم ذلك اتونسيون اتونسيون صافي دير كوا تونس واش تيكاني راه قلت لك دابا ما سمعتينيش قلت لك راه اللعابه اللاعب يمشي يدخل لك تما يدخل لك اللاعب نهار الماتش اوفيسيال كاع ما يديها في المدرب هما معروفه عليهم على انهم اكثر من مره شاركوا بمنتخب مدقدق وكيربحوا راه هما كاع في الكوميون خارجين غاديين فحالهم ربحوا فرنسا وقالوا لهم غاديين نكحلوها وما يربحوا فرنسا كاع ربحوا بطل العالم وراه فاش هي فاش كحلوها نيت ادي الله يهديك شوف حيت هذاك الانتصار هو اللي بدل النقاش ديال اش غيبدل قلاب النقاش حيت حنا كنمشيو مع داك الراي الرسمي عندهم تما فرنسا علاش حيت انت انت كاليفي انت انت كاليفي شكون اللي كاليفي
لا دويت على فرنسا كاليفيكاتيف ديال فرنسا كانوا كاليفيكاتيف كان فرنسا فرنسا على بال ديك الساعه لعبات دويتش لك لا اصحابي على لاتينيزي ولا دابا ركز لعبات دوزيام ديزامي كي سي بور سا داروا داك الماتش يعني فرنسا ما كانش دابا داك الاهتمام ديالهم لا تكون ولكن كتبقى فرنسا كتبقى فرنسا ولعبتي بفرقه اللي كيلعبوا هادو غير هو حنا خداوها هما انا سمعتهم كيفاش كانوا كيتكلموا بطل فرنسا وبطل وبطل بحال اللي وقع السعوديه فاش ربحات الارجنتين والكاميرون فاش ربحوا البرازيل ربيتهم هما الكاميرون كانوا ربحوا البرازيل ولكن داكشي ما كي بالنسبه لتونس عقلتوا في الدوره ديال الكاميرون دازوا بثلاثه ديال النقاط في الدوره عقلتي مع لي تروازيان ثلاثه نيجيريا اللي دايزه بتسعود ديال النقاط في المجموعه ديالها تلاقاو في التومون ليكسبلو انديفيديوال ديال المساكني حيد لهم داكشي نيجيريا كامل صغيف وراه عندنا في الطريق ديالنا ان شاء الله الا جاب الله طلعنا للدوزيام تور راه كاينين هما في طريقنا لا هما لا الجزائر لا مصر اي لا الدربيه ديال شمال افريقيا داكشي عندك عندك في الطريق متسلسل متسلسل ف ان شاء الله يسلك الله البريمير تور ومن بعد لكل حادث حديث تحيه للاصدقاء ديالنا السي سعيد يعقوبي اهلا وسهلا سي المرنيسي شوف مع اميمه قال لك شهيتونا في هذا البسكوي والله العظيم الا بسكوي داكشي يا سلام وتبارك الله شي تحيه لفخر الدين تلاقيت به هذا سفيان وكان قال لك تلاقيت به مؤخرا قدام واحد لاستاسيون قدام شاده اف ام كان جالس طلبت نتصور معاه ناض من بلاصتو لبطل بكل تواضع وسعداتك اخويا يلا الله يلا بصح هادي غير واحد الله يلا سعداتك واحد 3 ايام واقيله كاع كان عيانا يا من نطلب منه تصويره والو واش كيدير لنا اخويا عاوتاني ما كيبغيش سي مدير متخصص تكون العائله واش في الفرحه ولا في الازمه هذا سؤال فخ خويا العائله في الازمه اكثر لا عبلاتي اكثر ما هي في عرفت واش باغي تصرح شكرا لك العائله في الازمه في الازمه بيان سير في الازمه ما في الفرحه كلشي كيفرح كلشي كيفرح كلشي كيفرح العائله كلشي فرحان العائله في الازمه الازمه بيان سير ماشي العائله تا الصديق في الازمه هي راه ماشي العائله تا الصديق في الازمه عرفتي فين بغى يمشي هو عرفتو عرفتو كلمه العائله العائله في الازمه بيان سير في الازمه هي فين كيبان لك ولد العائله الحقيقي والعائلة الاستغلالي ولا ذاك اللي غير عمو تخلى البائسين في المغرب والقاهم في الأردن لا لا سمح لي بحالش لا بحالش يقول لنا بحالش الأردن أنا تبعت التحليل ديال يمكن ما تحتش الفرصة نهضر على التحليل اللي داروا من بعد الماتش واحد المحلل دابا واش كيهضر هو دابا تيهضر على زعما المحللين لا واش المكونات كلها لا لا علاقة يا ولكن قال لك خلى البائسين المغرب كيف ما كان الحال فيه 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 المادة فيه لا ماتير لا بلاتي اطونسيون فيه المادة الخير الا كان كيهضر على البائسين هنا بالعكس عنده دي طالون هنايا كاين كاين الأردن المادة الخام كاينة هنايا أنا حاجة وحدة اللي غنتفق فيها مع عموته وما غاديش نقول عليه والو أنه من النهار الأول التصريحات ديالو بقات غادا في نفس الخط غادي ننزلو خصنا نشوفو الأندية الاشتغال كيداير وداك الشيء اللي كان كيقولو ما كانش كيعجبهم لأنه واحد الوقت نزل ما تفقوش معاه في واحد الصريح قال لهم راه كاين مشكل في الاعداد البدني لو ريتم راه الناس ما كيخدموش كاين كاع فرق اللي ما فيهمش بريباراتور فيزيك المهم خالف هذاك الشيء شوف منير ما تقولش ليا بان 100% غتصفق عليك ويقولك والله العظيم الا انت عندك جيتي وجيتي ولا ولقيتينا راه الاردن اردن واه وغادي تجي نتا عموته تقول لينا بالعكس راه كاين ما يتفقش معاك وكيدخلوا ليه في الامور اللي ما غادي شوف ماشي كيدخلوا ليه الصحافي في لا كونفرنس كنا تكلمنا على نيت هنايا هي في الاختيارات البشريه الاختيارات علاش ما اختاريتيش هذا واختاريتي هذا علاش ما بحال ماشي كامل تابلت قال له قالوا عموته قالوا الا كان عندك شي صادق ما تجيش هنايا لا لا حتى هذا ماشي جواب لا لا بلاتي تكلمنا عليه وهذا ماشي جواب بلاتي نقول حيت هذه القضيه ديال الاختيارات كاينه بارتو تا دي شوك يقولوا لي في الألمان في كل شيء ملي كتطلعوا حدا ملي كدير ندوه صحفيه من حقك تسولي على لا ولكن ديك السؤال اسمع فخر الدين سمحتي لي علاش مثلا ما دخلتيش فخر الدين وخليتي مونير ماشي لا خاصك تدخل فخر الدين لا بلاتي بلاتي انا كنجي كنقول لك القضيه هذا الشيء هذه مطالب صحفيه كتكون ملي كديري ندوه صحفيه وجدي راسك بزاف ديال السؤالات ما فيها لا صديق ديالي لا والو كنوض كنقول لك علاش ما بغيتيش هذا صافي وقعت الاميجا كيف لاكوب دي موند ما داش انيلكا وهذاك الصحفي ولا دوك الصحفيين ما غيروش الراي ديالهم حتى بعد الفوز بكاس العالم حتى داو كوب دي موند وبقاو دائما تيقولوا لي حنا العكس هو ملي كنقول لك انا بحال دابا علاش ما لعبتيش مونير ومن بعد ملي كتربح داك نقول لك هذا مونير ما كانش يجي كاع ندمنا كاع اللي قلناها له هو كيقول هو كيولد الدراسه لا لا ما بقاش لا ما تعطيش شي جمهور
لا راه حتى شي ما خصك تعرفيه القضيه راه شي دابا انت ما تجيكش غريبه. السؤالات ديال الصحفيين سي طوطافي نورمال ومن حقه اي صحفي مشى شي هادو اللي كيمشيو يحضروا مع الركراكي بغى يخرج واحد الصحفي من تال جريده ولا ما عطاشنا هو وبغى يقول ليه علاش هذا ولا هذا من حقه اها من حقه غادي تجاوبوا بداك الشيء اللي هذا بدون استفزاز. انا كنسمع لواحد اللاعب المكانه ديالو كاينه ولا الروندمون ديالو في البطوله المغربيه كاين ولا على الاكستيريور كاين وقلت لك علاش ما صافي غير ما ندخلوش مع عموته مشى لواحد الاردن وما ادراك ما الاردن وما ادراك ما الصحفيين الاردنيين لا وما ادراك دابا حيت كاين واحد الاشكال الانتوراج بعدا كاين واحد الاشكال باش يكون رئيس الجامعه الاردنيه الامير علي بن حسين الصحافه ما تقدرش تهضر مع الامير اللي هو اخو الملك ديال الاردن فما حدك انت جاي هابط غادي تهضر مع على ديما دي تبقى مع الجامعه تهضر مع الناخب الوطني غادي ما تقدرش هو دابا غادي يتعود شي عموته والله حتى غادي يتعود غادي يولي دابا شي بحال دابا يبني بغا يبدا يهضر معاهم غادي يعرف اش كيبدا يقول باش ما يدخلش معاهم في ذاك الصداع. نتمنى له التوفيق. الماتش الاول عندهم مع ماليزيا نهار 2 لكان 98 هي اللي بقات لاصقه لينا في الذاكره. بوركينا فاسو الطبيب في موتور والمنتخب مرتاح في طائره عسكريه وكوزينه والماكله من المغرب. مصطفى بوطبصيل مشى ليه الصوت بالصهد بوبو ديولاسو مدينه بوبو ديولاسو بوركينا فاسو. لا تونيزي خذا وقت لها من عند الجابون وكوريا ايوب ولكن الجابون وكوريا كوب دافريك راه غتشوف عاوتاني حاجه اخرى. سيمونير واش سمعتي التعليق ديال بلال خنوس قال لك الارضيه ديال ملعب التدريب من افضل ما يكون واش هذا الشيء يقدر يعاون المنتخب زين. دابا الهضره ديال الاجواء وداك الشيء ماشي هي ملي غتدخل الماتش تصنط المهم شعل التلفزيون تصنط ولكن مزيان يقول لك انا مرتاح دابا مزيان مزيان تحس به. واحد قال لك الصاد كما قالت ايمان ايه. واحد قال لك التلام مزيان غدا تعطي لواحد ميكرو اخر يقدر يهضر يقول لك شي حاجه اخرى ايه. ما هادشي صارف الخبط الكروي المصري التونسي كيفوزوا به بزاف ولكن توانساش داروا به راه هما اون سول كان اللي نظموا في تونس واللي كل جيل البشر عارف كيفاش تمشات لينا هذيك ديال 2004 وفينال عندهم في جنوب افريقيا 96. تحياتي من دبي مرحبا بكم في دبي الجو زوين الله وديهم شوف تيكون عندنا شي الجو اللي زوين تيكون عندنا شي كوب ماشي على الجو اللي زوين شنو نديروا معسكر في دبي. علاش ما خداش بن رحمه ديال ويست هام قلتها لكم قلت لك نهار هذه الصيمانه باش قلتها لك والله اللي بغيت لي دارت لا ليست ما داروش واختيارات ديال المدربين جمال بالماضي انا كنتمنى من تقنيه الفار تكون في الشاشه الكبيره اللي في الملعب يشوفها المدرب مع الجمهور وبنك الاحتياط ديال الفرق بجوج منها تكون باينه للحكم مزيان وما يبقاش تعطل وتكون شفافيه ونزاهه. ولكن السي خالد مالك فين هذا الشيء بغيتي يكون فين الا كتهضر على المغرب واش بعدا الملاعب فيهم ديك الشاشه اللي كتهضر عليها بعدا انت الاولى شاشه كبيره صعيب ما كايناش كل الملاعب ثم البروتوكول ديال الفار ما كنظنش انه يوصي بهذه القضيه وكيمنع هذه القضيه هذه وما يلاه يلاه عطاو ديك القضيه اللي تجربت في كاس العالم للانديه هنايا اللي بدات ديال ان الحكم من بعد ما يلتج الفار كيجوستيفي الجمهور بصوته القرار اللي خدا وشفناها حتى في كاس العالم ديال السيدات وفي كاس العالم ديال الاوديسات. انس كاس افريقيا الامم صعيب راه صعيب ديما كان صعيب ديما موني صعيب ديما كان صعيب تحياتي هذه غتكون اصعب كان صعيب ولكن هذه النسخه اصعب. تحياتي المنير وفخر الدين والاخت ايمان عزيز من سلا تحياتي شكرا لك خويا قال لك تصح مع القراب في الليالي اما الصيف كلشي عطشان سي حميد يعقوبي شكرا لك تبارك الله عليك. جيل حكيمي وزياش والبقيه قادرين ان شاء الله على التتويج بالكان 2024 ولما لا الهيمنه عليه لنسختين او ثلاث قادمه وكسر الانجاز المصري وبذلك سيكون افضل جيل في تاريخ افريقيا والعرب عموما. ولكن الا بغيتي دي جوج مرات ثلاثه كتسيب بلاتي منير بلاتي عنده هنا واحد الغلط اييه تيقول جيل الجيل العاب ديجا هذه تروزيام كوب دافريك فيهم كاين لا كاتريام كاين اللي عنده لا كاتريام عنده لا كاتريام دابا هو لا هو تيهضر عليهم وكانهم غادي بداو يلا بادين هما راه بالعكس يتمنى لهم بعدا الفوز بهذا الجيل باش تقيد تحسب ليه على داك الشيء اللي عرفته الرياضه المغربيه على الاقل هاد ما خصهاش شي 13 اسم اللي كان في لا كوب دافريك 2021 مع فايد 2022 بريسك 13 واحد دابا اللي كاينين مع المنتخب وشحال منهم اللي كانوا في 19 مع رونار وشحال منهم اللي كانوا في 17 مع رونار كاينين بعدا واحد دونك كاينه ديك ليكسبيريونس اللي تقدر دير ان بلس ليكسبيريونس اللي غتقدر تحول البريسيون ديال شحال من واحد غتبان لي هذه هي الاخره
سفري خصني ندير كاينين كاينين غير هو ما نتفقش مع سي محمد حمدي ملي قال لك كسر الانجاز المصري. هذاك الانجاز المصري راه لا علاقه جاب واحد جاب واحد الظروف شوف جاف ظروف هذاك جاف ظروف ان بعدا اهلي والزمالك سيرتو الاهلي في الاوج ديال العطاء ديالهم سيرتو الاهلي والحاجه اللي زادتهم هذا هو المدرب حسن شحاته عرفتي ملي كتجيب مدرب ديجا انكس جوور بطل يعني تبارك الله ديك داكشي لا غرينتا وداك الحب اللي كان بيناتهم غريبه مولير وهاد القضيه فخر الدين اللي قلتي ديال الزمالك والاهلي واش ستان بلوز زعما ليكيب ناسيونال فاش كيكونوا مثلا جوج فرق ولا ثلاثه مدورين ولكن هما كوب دافريك هذوك هذوك ما كتعرفش على اللي جايين راه كيفوزوا به ما عندهمش ديك الساعه هما ما عندوش بزاف ما عندوش بزاف ما عندوش بزاف واحد جوج ديما الماكسيموم ان دو جوور اللي عندهم هما ديجا كيلعبوا لا كوب دافريك اش كينقصهم لا اش كينقصهم جوج فراقي اللي كيلعبوا لا كوب دافريك ديك الساعه راه حسن حسام وخوه رمزي راه هما ولو كيدخلوا ابو تريكه ما كاينش اللي غادي يربحهم ديجا هما لاعبين كوب دافريك كتلقى وسط 11 فيها 6 من الاهلي فوالا كاين لي زوتوماتيزم عارفين زائد اللي قلت لك انايا ما ماشي شي فرقه اللي مع منتخب اللي جمعتيه وقلتي لي يلاه نمشيو لكوت ديفوار ولا نيجيريا وغادي يبدا يقولك ناري الصاد هما ديجا يلاه جايين كتلقاهم يلاه سالوا من ليزيناتوار ديال او نيفو ديال لي زيكيب وكيدخلوا معاك في المنتخب ونزيد قلتي هذاك الانجاز المصري ذاك الجيل بهذا الكوب دافريك ما عمر ما قدر يوصل لكوب دي موند ما وصلش ليها نهائيا هذا الجيل هذا اللي كتقول ما داش ما داش لكوب دي موند كاين منتخبات ديال كاين عوامل اما هنا اما هنا لا شوف ديما الطريق ديالك ديما شتي في الطريق لابدا ما كتصادف مع شي حاجه لابدا ناخذ واحد الفاصل من بعد نمشيو للمشاركه المغربيه اليوم اختاريت واحد الجيل اللي شارك في واحد الدوره نهضروا عليه شنو دار في هذيك الدوره الاجواء اللي مشى ليها بعد هذيك الدوره كيفاش كانت كيفاش كان كيستعد المدرب اللي كان في هذيك الدوره العناصر اللي كانت في هذيك الدوره وهادشي راه دازت عليه تقريبا واحد بلا ما نقول تال ناخذوا فاصل ثم نعود من قلب كارتي فيكتوريا بوسكورا أريزونا بارك كتمنحكم الفرصة لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسة معمارية جد حديثة استفدوا من العروض الحالية شقق بجوج وثلاثة الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800 ألف درهم التسليم في الحين تصلوا بالرقم 080-200-0010 080-200-0010 أو عبر الواتساب 0674-89-0011 امالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقه عليك بمنتوجات ار اش عند كازا دريب ار اش عند كازا دريب ايه ار اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقه لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعة ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مدة طويلة ار اش كازا دريب تصلوا بنا على 0522-248-600 Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique, Artishow, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité. Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Artishow vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artishow.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201 06 98 201 201. Artishow, la référence en matière d'artiste. Le Boutoula avec Mounir Oubri, Fakhr Din Rjhi et Iman Boulid de l'Ouahda à 3 de l'Achia à la Jada FM. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين ونحن مواصلين معكم دائما البطولة بتوب الكان تحية لكل الأصدقاء فخر الدين أنا غادي نوريك واحد الصورة ديال واحد الجيل تمنوا من منصف هذا الجيل قبل 20 سنة
هذا التاريخ اللي كنهضروا فيه دابا حنا كتقول 20 سنه بحال بحال البارح بحال البارح والله العظيم. جيل كاس افريقيا 2004 الواقفون من اليمين طلال القرقوري مروان الشماخ عبد السلام وادو خالد فهامي كابتن نور الدين نيبت لتحت يوسف السفري يوسف حجي عبد الكريم قيسي وليد القراقي اكرم الروماني ويوسف المختاري شنو اللي باقي عقل عليه في هذه المشاركه فقط. كلهم تبارك الله هادو داروا واحد لا كوب دافريك البدايه ديالها كانت شويه فكان فيها تخوف انا باقي عقل في البدايه ديال لا كوب دافريك كان شويه ديال دوك الماتشات ولكن واش البدايه ولا قبل الكوب دافريك لا لا البدايه انا كنظن البدايه كانت بفيكتوار فيكتوار مع نيجيريا مع نيجيريا حتى واحد ما كان كيتوقع لنا حتى ديك الساعه المنتخب النيجيري كان منتخب قوي ولكن انا كنضرب هنا الانطلاقه هي اللي عطاتنا هذاك لا فيكتوار هي اللي خلاتك ثم الرجوع في ذاك الماتش ديال الجزائر اللي غيبقى حتى هو شي حاجه اللي ما حتى واحد ما كان كي يتوقع بعد تكتي من هزام وهذا وفي الاخير وليتي قلبتي الكف على منتخب الجزائري ومشات الامور مزيان حتى لا فينال واجهنا منتخب اش غنقول لك منير منتخب تونس في ديك الوقيته بداك الشيء اللي كيدور به بالحضور الجماهيري بديك لا بريسيون ما يمكنش الكوب تخرج من تما ما تنظنش منير الكوب غادي يسامحوا فيها لي تونيزيان بليس كان عندهم هذاك لو جور البرازيلي اللي كان مجنس جوج جوج كان لاريير غوش كلايتون وكان دو سانتوس سانتوس وهذاك سانتوس هو اللي كان عنده هما بجوجهم باللعابه اللي كان عندهم حضور قوي في المنتخب ديال تونس كان واحد الهدف الاولاني اللي قلتي عليه يوسف المختاري يوسف المختاري ولكن ما قدرناش نسيرو اللي عجبني هو ديك الشخصيه اللي فرضها المنتخب الوطني انذاك وسكن عند المنتخب التونسي الى اخر لحظات يمكن ديك الساعه التحكيم ما كاينش الفار ما كاينش بزاف الامور اللي وقعت فديك الماتش هذا يا الدراري ما يديروا احتجاجات والمباراه سالت يمكن حتى ذاك الوقت الاضافي وبزاف ديال الحوايج ما كانوش وعلى اي كتبقى هنا فاش كيبقى دابا كنقولوا حنا حكي دوزوا واحد مجموعة ديال اللاعبين اللي تبارك الله ملي كتقول السفري وتقول الشماخ وتقول ريبات وتقول الوليد الشماخ تما راه 20 سنه باقي صغير ولكن ما تبوش اخر كان لي هذه لا كنظن لا مازال لعب الاخرى ديال 2006 مازال غادي يلعب مازال يلعب حتى انا باقي مازال غادي نور الدين بقى مازال فكنظن مولير مجموعه اللي كانت هي بعدا تقنيا ولا نقولها كرويا كانت كان منتخب زوين كيفرج بحال دابا خو حجي يوسف اللي تي اكسيلون وليد في ميليو تيرا وفي سميتو الدراري كلهم تبارك الله هنايا ديفونس اللي كانت زوينه فيها طلال وفيها طلال نيبت وادو لا ديفونس ديال 3-5-2 فوالا وملي كتجي ملي تحط السفري في الميليو تا هو تبارك الله وصل بي يعني فريق متكامل بعد بليس لي رومبلاسون اللي كانوا فيه حسين خرجه بزاف ديال الدراري كانوا بزاف ديال الدراري جمال عليوي عنده كان عنده واحد الشوا الزاكي في ديك الوقيته كان عنده ان غرون شوا سي لو بون دو توش ولكن هنا هاد 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 لاكوب دافريك كنا قراب ليها باش نجيبوها وقعت ظروف قبل في ليله الماتش وداك الشيء ديال لوطيل والزحام راه داروا هما كيديروا كذاك الحوايج بزاف ديال الحوايج لا من عند المغاربه لان ديك الساعه شتي الطيارات اللي كانوا مشاو من هنا والجمهور المغربي ديما كان كترتكب اخطاء قاتله ديما كترتكب اخطاء قاتله وكنهضروا عليها الحاجه اللي بغيت نسولك يا فخر الدين قبل كاس افريقيا المسار ديال الاقصائيات كانوا داروه نقي داروا قداس 4 ديال لي فيكتوار ولا مع 5 ديال لي فيكتوار وتعادل زيرو بيتون كيسي ما تمارك عليهم والو يعني تاهلوا لكوب دافريك تونس في الاستعدادات كان يلاه الماتش الواحد اللي قوي اللي كان هو اللي لعبوا مع تونس تما نيت في المنزه داروا 0-0 0-0 واللي بان فيه شويه الملامح ديال الفريق راه باقا داكشي مي ما كانتش الثقه في هذه الفرقه كانوا كيقولوا راه صافي سيرتو الجروب كان فيه نيجيريا جنوب افريقيا وبنين اخر دو ماتش اميكو قبل ما يمشيو كنا ربحنا بوركينا فاسو في مكناس في الملعب الشرفي في الشتاء 1-0 وخسرنا مع مالي هنا في الكومبلكس 1-0 وبان على انه لا الثقه ما كاينش
واش حتى ملي كتكون غادي نتايا ما لا كتنقص عليك شويه لا بريسيون حتى في الوقت اللي كيولي داك الياس من المحبين ولا شي حاجه من الجماهير كيبدا يقول لك ما غنعولوش وما غنديروش ولكن انت كتكمل في العمل ديالك وهاد الوليدات حتى هما حيت انا ملي كنشوف هاد الدراري هادو راه تقنيا راه كلهم تبارك الله مزيانين الى هو انهزمتي مع مالي ولا درتي موفي ماتش مع بوركينا فاسو هذا كيبقى غير في نطاق ديال ديك 90 دقيقه هي بيناتك على انه الاستمراريه والحضور في كاس افريقيا شفتي وجه اخر للمنتخب الوطني لو ستاف كان ديك الساعه الزاكي والميلاني عبد الغني بن ناصري بعدا ادجوان جواد الميلاني بريباراتور فيزيك عبد اللطيف العلو اونترينور دي غارديان باقي عندي واحد التصريح مسجل ديال عبد الغني بن ناصري في المعسكر الاخر قال لي يدوز غير البرومي ماتش ديال البرومي تور من بعد اون فاني غوسي لا دومي فينال ولا حتى لا فينال كاع سيرتو مع بادو داك التعامل ديالو مع لي ماتش يقدر يخليك هو كان اكثر كيعول على واحد الميليو تيرا مزيان وديفونس هو ما يتمركش عليه بعدا هو الاول واخا هذا الجيل دار ثاني ديك الساعه دار ثاني احسن انجاز لان احسن انجاز كيبقى هو الناس الله يطول لهم العمر ديال 76 هذا لحد الساعه دابا راه هو احسن انجاز كاين ما عندك ما تقول عليه الحاج احمد فراس هز داك الكوب راه باقى للتاريخ ما يمكنش يحيدها شي واحد دابا هذاك هذاك هو المتابعين هذوك المغرب لا حيت كتقول لا بتغيير الظروف والامكانيات هذوك دابا عقل عليها هذيك امونيا هذوك راه خصك عقل الاجيال اللي جات هذوك اللي هذوك هذيك بدا اولا الظروف ديالها الحاله فين تلعبات مازال نهضروا على تاهي هذيك راه عندها خاصيات ثم كان داك الانجاز ديال 80 اللي داروا فيه 3 بلاس منتخب متجدد هذا كان ثاني احسن انجاز انا بغيت نسولك شنو اللي ما دارش حتى ما بنيتيش على هذا الجيل منتخب اخر اللي كان يقدر يدي ديك اللي مراها بسهوله شوف حنا نكون القضيه حنا ديك الاستمراريه كانت كتنقصنا دائما في المنتخبات كان عندنا واحد المشكل كنعيشوه وقلت لك داك النهار اون فوا كتجي مشي تظاهره كلشي تيمشي شتي دابا الا شتي كتمنازل الا شتي دابا هاد الحفاظ على واحد جوج العناصر في هذا المنتخب اللي كاين دابا عرفتي شنو ولا علاش حيت القله ديال اللاعبين اللي ما كايناش كثيره وعدم تواجد لاعبين في البطوله الوطنيه هو اللي خلى هادو تشوفوا مازال الحضور ديالهم وكاينين شكون كان كاين كثره اللاعبين الوفره في اوروبا والوفره كاينه في البطوله الوطنيه كنتي غادي تشوف بزاف ديال التغييرات في هذا المنتخب اللي كاين دابا من مصر ومن الكاميرون ومن ديك المجيء ديالهم هذا هو اللي كيخلي على ذكر هذا الجيل كانوا لعاب البطوله واش كنقول لك دابا انا كانوا بعدا جوج ديال الحراس اللي مرافو هامي مش جاوبتك انا باش جاوبتك راه جاوبتك بهذا القضيه هذا هو السؤال اللي انت اللي سولتيني انا جاوبتك عليه قلت لك علاش كانوا كيوقع تغيير كان مع فهامي كان طريق جرموني وكاين بزاف سير لو بون وكان نادي المياغري والو تروازيام كان مصطفى بيدودان حتى هو وقبل المعسكر بسبب الاصابه وكان حسن علا ديال المولود ديال وجديه حتى هو كان المولود ديال وجديه هذا كان مفاجاه بعد ديال ديك اللائحه ما كان كيتسنى حتى واحد ومن بعد دار مشى لفرنسا وداك الشيء وكانوا جوج ديال اللعابه اللي كانوا في لا ليست ولكن تبليساو في المعسكر الاخير اللي هما نبيل مسلوب ديك الساعه في الرجاء وعلي بواب اللي عقلتي عليه علي بواب ديال اللي كان في الكاكو ولي فار تا مسلوب عندهم ما كانت هنايا تبارك الله في ميلو تينا وكان بيرفورمون ديك الساعه بيان سور مع الرجاء ديك الساعه راه كي بلاصتو كاينه عاد زيد هادو شوف شحال من واحد انطلق من هنا ومشى دار مش احترف فهامي نيبت طلال سفري اكرم الروماني كلهم تقريبا كانوا هنايا كي ايوا انا كنقول لك خصنا هشات الصور هذه نورمالمون اللي خاص بنادم يركز عليه كتوضع واحد السؤالات ما سبب غياب لاعبين في المستوى بحال الشكل اللي كان عندك في البطوله شنو هو السبب واللي خاص تحط لان ما يمكنش البطولات تنزل بهذه الطريقه هذه حيت الا بقينا غادي بحال هكا جو بونس غادي نمشيو
فين ما غاديش تبقى لا غادي تزيد واقفين غادي تزيد وغتبقى تعول على المنتوج احنا فيها احنا فيها انا بلاتي نجيك البيت القصيد حيت هذا المنتوج الاوروبي ما عرفناش حنا فين غادي هذا المشتل واش باقي مازال غادي يعطيك ولا لا هذا هو اللي خصك بتغيير الزمن والقوانين الله يرضى عليك هذا المشتل واش باقي مازال غتلقاه ونهار اللي غادي توقع في هذه المشكله ديال انك هذا المشتل ما يبقاش حتى هو يعطيك وغتبغي الدور للجهه ديالك انت اللي هي البطوله غتلقى الكوزينه خاسره تلقى سيت تروطار وحنا لهلي احنا ما بغيناش ولكن لا وصلنا لهذيك وصلوا كي تخدم تحط لي بلون تحط بعدا تبين بعدا تلمح هي هي مات تيليكارد ديال 2004 واه اللي ضرب غلف ديك الساعه في 2004 حيت 2004 هذيك الساعه كانوا الناس معولين كان داك اتحاد اذاعات الدول العربيه هو اللي كيدير النقل كياخذ هذه المنافسات هنا غفله جات ديك العقل تاع راديو تلفزيون العرب ار تي هي اللي خدات كل شيء الناس عرفوا بلي راه ما يمكنش يتفرجوا الا في ار تي ايوا راه حالك راه تشوف الصف مشدود عرفتي كان واحد كياخذ الريسيبتور طق طق زيد دوز سي منير كنت متبع مراسله ديال القناه المصريه بالليل في 98 من البداية حتى الفينال تبارك الله كانوا مجموعه متلاحمه واش 98 ولا مصر في 98 في بوركينا فاسو هما اللي داو هما اللي داو الكوب تفرجنا في دوزام بالفرنسي مراد متوكلي كان ديك الساعه كيعلق على الماتش الفرنسي الله يرحمه اكون مع شكري الله والله ما عقلت شكري كاين ولكن مراد متوكل كان تعلق وقال لما لينو باكو تا هو ديك الساعه لا اللي كان تما مراد متوكل ما قلت لك تعلق بالفرنسيه حيت فاش تخداو لي ماتش كان التعليق المفروض خصو يكون بالفرنسيه واحد الحوار عاوتاني داروا مراد متوكل مع زكي زكي ما كيهضرش بالفرنسي مزيان مراد متوكل ما كيهضرش بالعربيه مزيان مزيان صافي تلاقاو ويقول له متوكل ما لونغ غاب سي كوم لا لونغ فرونسيز دو زكي ولكن كانت ايام من بين اللحظات الزوينه كان المنتخب الاولمبي ديال معسكر في مراكش ولا تفكرتها جاوني الدموع الله المنتخب الاولمبي ديال المديح الله يرحمه معسكر في مراكش وتجمعوا في واحد لاصال وكيتفرجوا في داروا معاهم مراسله مباشره من ديك لاصال وحاضرين اللعابه ديال ليكيب اولمبيك بو عبيد بودان كنتي كتشوف داك وشحال من واحد في الدراري كيقول لك حنا راه فرحانين اللي الدراري ديالنا تما الشماخ ديك الساعه كان باقي جا من ليكيب اولمبيك وديك الساعه جواد الزهري باقي في ليكيب اولمبيك كان داك عمرك ما سمعتي هناك تنسيق بين مديح والزكي مع كل اسف الساعه الثانيه ودقيقه باستوديوهات شادا اف ام فاصل ثم نعود لمواصله الحديث دابا كتسمع الشدا اف ام من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شدا اف ام انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام تحية لكل الاصدقاء وكل المتتبعين واحد التعليق ديال السي خالد مالك الاكاديمية الرياضية لمدينة بني ملال رائعة ايه صراحة من حيث البنية ديالها ايه الملاعب ايه الجو الرائع ديال المدينة غادي يساعد الفرق على التربص هذيك الاكاديمية ما مديوراش باش تربص فيها الفرق ونفس الوقت استفاد المدينة من هذه الاكاديمية للاجيال الصاعدة ها الاولوية سونتر ريجيونال بني ملال مديور للتكوين ديال واحد لاكاتيغوري داج ديال اللعابة واش 12 عام حتى 14 ولا حتى 15 راه بدا الفوج الاول هذا العام هذا هو الاساس اما الا ولات اوطيل وتربصات ديك الساعه ما بقى مركز هو سميتو المركز الجهوي بني ملال راه فخر الدين كيعرف ديك المنطقه هي هذه القضيه منين تقدر تكون ولكن الحاجه اللي اولويه هي التكوين زعما فحال مثلا السونتر ديال محمد السيس راه حتى هو كي فهمتي سي باغي زعما حتى هو كيكونوا فيه اجيال واجيال واجيال كتكونوا فيه اون ميم طون كيداروا فيهم التربصات ديال ليكيب ناسيونال تربصات ليزيكيب ناسيونال
السيد قال لك التربص يساعد الفرق على التربص. لا والفرق ديالهم نورمالمون خصو يكونوا عندهم هما فين غيتربصوا. اوكي المهم كلشي كيتربص. خسرنا مع مالي بثلاثة لواحد وكانت اخر مباراة لعبها عبد الاله باقي. لا ماشي بثلاثة لواحد، ثلاثة لواحد خسرنا ماتش اميكال باقا الاقصائيات ملعوبة ديال كازا، خسرنا بواحد لزيرو. وكي مشينا لتونس في الدومي فينال خداو 4-0. شعرف لا علاقة بين الماتش اميكال والماتش اوفيسيال. شفت اتحاد طنجة غترجع هلال الطير ونهضة الزمامرة صيفطو عبد الرحيم طالب ونتفكر في خير الدين. شوف فين وك اش تفكر؟ شوف واش بيناتكم تفكرك بعدا. واه تفكر وقيلا هاد القضية ديال السيروجي هي اللي كاينة، هي اللي تاع هي اللي دابا معروفة هاد القضية هادي. فهمتي؟ أنا عندي واحد السؤال، واحد ماشي واحد القراءة متواضعة ديال اش؟ هادي ديال نهضة الزمامرة وطالب. والله اعلم. شوف انا ما كنحاسبش النيات وما عارفش النيات. شوف انا كنت كنقول ربما فاش جلس عبد الرحيم طالب كان يتم تهيئه لاي تغيير محتمل في المدرب ديال الفريق الاول ديال سي امين بن هاشم. هذا الانفصال في هذا الوقت يمكن بان نهضة الزمامرة ختمتها بانتصار. لا لا عندي امور كانت لا 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 على حساب داكشي اللي توصلت به. ما ماشي هو هذا الطالب مشى قبل من الماتش ديال البركان. على داكشي اللي توصلت به حسب داكشي المعطيات اللي مشى قبل نظرا داكشي اللي ديال اللي كيتعلق بالاداره التقنيه. الاداره التقنيه ما بينه وما بين بلقشور وما بين ما دارش شي حاجه كان ملتزم بها. فوالا فوالا الله يرضي عليك. هادشي اللي كان بلقشور ما كانش كيجي فوالا وصافي راه باين. فهمتيني؟ الانفصال كان قبل من المباراه ديال البركان. وانا من واحد الناحيه نقدر نقول لك انا الا كان يوصلنا على ان نعسوا على فرقتنا ونديروا سي ديجا با مال. ونشوف العمل اللي كيدار بغيت نخلصك ولا كندير مزيانه. عكس ما نعرف انا واحد الرئيس كيجيب واحد المدير التقني ولا هذا وكيخليه يعني انه كيتصرف ما كيكونش حاضر ولا ما كيديرش. هادشي على حسب المعطيات على حسب ما كاين اللي كاين. هادشي اللي كاين ما هو مشى قبل من المباراه ديالنا. اخي منير غير مقبول بتاتا عدم تتويج بهذا الكان لعده اسباب واخا سي محمد حمدي. اولها كما قلت وقال المحترم فخر الدين تراكم الخبرات. ايه جوج الانجاز الاعجازي بقطر 2022 وهنا سيفند حدين. ايه اما نستغلوا الفرصه او نبنيوا عليه. نمشي معك دقه دقه سير هذيك ديال تراكم الخبرات. ها انت راكمتي الخبرات دابا في هذا لا تراكم الخبرات واللعابه اللي عندك دابا ولكن واش تراكم الخبرات في افريقيا جنوب الصحراء فوالا هو اللي خاصك دابا. ما كايناش خبره في لا هي اللي كبيره هي اللي خاص هي اللي خاص هي اللي خاص. ما اوروبيا دابا هاد المنتخب تعاود تحطو مع منتخبات اوروبيه يفاجئك يقدر يقول الكلمه ديالو. الانجاز الاعجازي في قطر قلتي سيف ذو حدين. السيف ذو حدين الجانب الخايب فيه راه كنا كنهضروا فيه ديما هذا الانجاز غيخليك شنو الجانب الزوين مثلا؟ هذا هو المشكل. هو الجماليه لهذا الشيء هو داك الحضور يعني والتاهل ودار. ولكن ابري الاستفاده منه هو انك من خرجتي ابار لي ماتش اميكو مع البرازيل ولا هذا منين بديتي كتلعب منين دخلنا المعسكر ديالنا اللي حنا كان اختصاص افريقيا جنوب الصحراء افريقيا الجمهور كاع تفاجئ وكنا كنقولوها اتونسيون كان منتظر داك الشيء كنقول لا اللي ما عارفش اموني وما تلومش الناس كاين دابا اللي ما اللي كيتفرج ما تلوموش انا ونكون انا معاهم. انا واحد متفرج عاشق للمنتخب الوطني كنشوفه في اوروبا كنشوفه في لاكوب دي موند راه ما عمرني ما غادي نتوقع على ان المنتخب المغربي يجي يلعب مع كاب فير ولا يلعب معها ما سميتو جنوب افريقيا هذاك الشيء ونقول غادي اش غنقول 5-0 تعطيني ميكرو نقول لك 5-0 علاش مبازي على لا كوب دي موند هذاك واحد الفريق اللي حيد البرتغال حيد الاسبان وحيد 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 راه فوالا ولكن هو مسكين عاوتاني على حساب الشوفه ديالو ما تلوموش. حميد عبيد السلام عليكم ورحمه الله تحياتي لك اخي منير واخت ايمان سلم لي على فخر المغرب الله يبارك فيك خويا توفيق للمنتخب الوطني تحيه من اسبانيا من سيفيا الله يبارك وتحيه للناس ديال سوق السبت ولاد النمه بارك الله على السي حميد.
احتفالية الكأس الإفريقية خاصة في الأدغال أفسدت حلاوتها الفوفوزيلا. ها؟ احتفالية هذا أعطتيني لغزة سي فوفوزيلا هذيك الآلة اللي معروفة يا دولة هذيك معروفة كوب دي مون 2010 كتفرج ماتش ودنيك ودنيك ترتخو. احتفالية الكأس خاصة في الأدغال أفسدت حلاوتها. نفهمنا من هذا اللغز أنه من بعد العودة من قطر كان كيبان لك المنتخب راه هو بطل إفريقيا، يعني هذه احتفالية الكأس ولكن الهزيمة أمام جنوب إفريقيا هي اللي مزيان جات في ذاك الوقت تعرف ولا حتى حاجه ما كتكون خايبه كل شيء مزيان ديك الهزيمه تعادل كل شيء مزيان. سيمونير اين بعض لاعبي الرجاء الشباب اللي بانوا في الفريق الاول؟ هل استفادوا من ظهورهم كابو عين والصابيري وساديل وياجور ياجور صغير داك حمزه ياجور جونيور فيضي تميزوري هشام اصلاح الدويك واش غنقول لك اخويا ظهروا في وقت من الاوقات شويه من الحنه وشويه من الرطوبيات اليدين نقدر ندير التميز وكان لعب باش مع راه باقي في السوالم كيلعب مارك هذاك النهار مع ولي مارك ولي مارك نسيت حكا راه مارك مع السوالم. انا الا كتغلط صح ليا جوج ديال الحوايج يا اما الدراري طلعوا في واحد الوقت غير مناسب في الوقت اللي كانوا المشاكل وداك الشيء المكاتب المسيره وسعيد حسبان وما عرفت شنو او لا هما داك الطموح ديال الوصول ما خدموش بقى تقدر تكون القراءة اللي قلتي فيها جوج الحويجات. انا دخلت وما عطيتش داك الشيء اللي خصني فهمتي ولا ما قدرتش نساير لو ريتم ديال البطولة لان باقي مازال صغير ولا تبنوا لهم حتى موفق ان شاء الله نشوف هاد الوليدات. كنت كجون كتخدم بعدا باش باش ولا الا ما خدمتيش ما توصلش ترى سيف دو حدين هاد القضيه هذه عطيه سميات بزاف والله غادي نمشي وحدين نسيت وانا كاع تبارك الله عليه الخلج واحد اخر عطاني واحد غادي نستعاود ثاني مولود مذكر طاهر الخلج دريس المرابط فخر الدين رجحي محمد الشاوش سعيد الركبي خالد رغيب عبد السلام الغريسي حسن نادر عزيز اوزوغات. يمكن هذه لا ليست اللي كنا هضرنا عليها ديال كوب دافريك 92. ناخذ فاصل مع اميمه من بعد مستمعينا الكرام رقم الهاتف للتواصل 0522-36-05-36. واش في خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود، الوقود العادي والوقود العالي الجودة، ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي. بغيتوا الوقود العالي الجودة؟ بطبيعة الحال، ولكن بلا ما نخلصوا أكثر، إيوا عليكم بوينكسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في الستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي. المازوت وليسانس وين بروتكت بلوز ديال وينكسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كتر. ايوا موعدنا في جميع محطات وينكسو باش تعيشوا التجربة ديال وين بروتكت بلوز قبل ما تخلصوا كتر. وينكسو كتعطيكم ديما اكثر. امالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما. اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار ديال السقف عليك بمنتوجات اير اش عند كازا دريب. اير اش عند كازا دريب ايه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات ديال السقف لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه. ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله. ار اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522-248-600. مع دقيقه المثمر كل يوم نصائح زراعيه من اجل فلاحه عصريه مربحه واكثر مردوديه. اخي الفلاح اختي فلاحه فحلقات اليوم خاصة برنامج تسميد الأشجار زيتون المسقي بالتنقيط أو الكوتاكوت. فإلا بغيتي دير برنامج بلاقل ديال التسميد بالتنقيط الجار ديالك عندك طريقتين. الطريقة الأولى واللي كنصحو بها الفلاح كتعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق وكتطبق توصيات ديال المختبر اللي كيفسر فيها برنامج تسميد وكيفسر فيه الكميات اللي خصنا نجيبو والأوقات المناسبة زيادة على معلومات الحموضة والملوحة ونسبة المواد العضوية إلى آخره. وهذا البرنامج كيعتمد على نوع التربة والخصوبة ديالها الصنف العمر ديال الشجر الكثافة ديال الغرس والطوناج اللي كنوصل ليه.
اخي الفلاح اختي الفلاحه. الطريقه الثانيه تقديريه، كتعتمد غير على الطوناج اللي كنوصلوا ليه. هناك الحسابات اللي يمكن لك اخي الفلاح تستعملها باش تحسب الكميه اللي خاصك ديال لانغري، وهذا الا ما توصلتيش باش تحلل التربه والاوراق ديالك. فباش ننتجوا كل طن من الزيتون الشجر ديالنا كيحتاج من 15 حتى 20 كيلوغرام الازوت صافي، من 8 حتى 12 كيلوغرام من الفوسفور صافي، ومن 18 حتى 22 كيلوغرام من البوتاسيوم صافي. اخي الفلاح اختي الفلاحة، في المناطق المسقية بالتنقيط لابد نعرف وقت التسميد والنسبة والكمية اللي خاصنا نجيبه في كل مرحلة حسب نظام السقي وحسب المناطق. فمن مارس الى ابريل كنجيبو 15% من الازوت زائد 55% من الفوسفور، من الاحسن مفرق على جوج سقيات. من ماي الى يونيو كنجيبو 40% من الازوت زائد 40% من الفوسفور زائد 15% من البوتاسيوم، مفرق على الاقل على جوج سقيات. ومن يوليوز الى غشت كنجيبو 35% من الازوت زائد 5% من الفوسفور زائد 40% من البوتاسيوم، مفرق على الاقل على جوج سقيات. ومن شتنبر الى اكتوبر كنجيبو 10% من الازوت زائد 45% من البوتاسيوم، من الاحسن مفرق على جوج سقيات. وباش تزيد تحسن من الانتاجيه والجوده لازم تزيد في برنامج التسميد الاحتياجات من العناصر الصغرى والثانويه، البور، الحديد، الزنك، النحاس والمنغنيز. هناك تبان اهميه تحاليل الاوراق اللي كتزيد تساعدني باش نعرف النقص من هاد المواد ونصلح الخصائص بالكميات والاوقات المنصوح بها. وفي الاخير اخي الفلاح اختي الفلاحه، انت اللي كتسقي بالتنقيط كتعرف بلي هاد التقنيه كتساعد المولانغري باش يتماشاو مزيان بعضياتهم، وانا لازم نستغل مع جميع اليات الكوتاكوت والتقنيات ديال الضغط والقنوات المصاحبه باش توصل لانغري جنب الشبكه ديال الشجر. ولا احترمتي الوقت المناسب والاحتياجات ديال الشجر على حسب الصنف والعمر والكثافه غتكون حسنتي تغذيه الشجر ديالك، وبالتالي تكون رفعتي من الانتاجيه والجوده ديال المنتوج. والله المعين. مع دقيقه المثمر، اليد في اليد من اجل فلاحه مثمره ومستدامه. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي، وإيمان بوليد، من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شادا إف إم. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام. كان حديث دو شوجون كنناقشوا على الخطه اللي غادي ندخلوا بها، ياك شنو هي ديك ثلاثه جوقه جوج؟ عطاها علينا فخر الدين. ثلاثه جوقه جوج عطاها لك المسؤول. المسؤول اللي يمكن لك هو اللي عطاها لك. واخا انا مسؤول. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي اخويا بري، تحياتي لك اخويا، شكرا. نتاسف الوضعيه الراهنه لفريق الوداد، غياب التواصل. شوف كاين فرق بين التواصل والتواصل. غنتفق معاك انا على داك التواصل ديال لاباج فيسبوك، التدريب. كنا كنتكلموا على منير نيت لا كومونيكاسيون. اما التواصل الاخر هضرت علينا السيمانه اللي فاتت، يقادوا الامور ديالهم باش اللي خرج يعطي شي حاجه اللي غادي يسمعوها الناس. راه عطيت هذاك المثال ديال انت غادي بواحد المريض للسبيطار، داخل غرفه العمليات، خرج عندك الطبيب، شنو كتسنى يقول لك؟ واش يقول لك راه كلشي بخير؟ لا، راجل السلام عليكم، راه ما عندي ما نخبي عليكم، ها الوضعيه، راه خص العلاج كذا كذا، خصنا الادويه، خصنا هذه. والناس عارفه فين غاد هذا التواصل اللي فيه الكثير من الحقيقه. هو ما كل شيء يقال ولكن فيه الكثير من الحقيقه، ما فيش ضر رماد في العيون. واخا 0522 36 05 36. مرحبا بكل الاصدقاء وكل المتتبعين. واخا منافسات ديال كاس افريقيا باقي لها 3 ايام، ولكن رغم ذلك ما فيها باس. فخر الدين قال لك انا خليوني دابا ما تهضروش معايا على الفريق الوطني، كنبغي نهضر معايا على الفريق الوطني. وناخذها من اخر حاجه تقالت ديال التصريح ديال امرابط على الجو. واش الجو يفعل فعلته هونيت؟
هو تكلم عن الجو شي حاجه اللي هي منطقيه عاديه، انا ما ندخلوهاش في حاجه اللي كنتي انا مازال غتسمع كل عاب يقدر يقول لك الاكل اللي يقدر يقول لا بدا ما غتسمع تصريحات اللي غتكون مختلفه. المرابط جاتو في قضيه الان اول انترينمون اول كيف كنقولوا حنا ظهور في الملعب، هذه تعطيني الميكرو تقول لي يا سي فخر الدين نقول لك وي حنا الحمد لله بخير ما كاين مشكل، الطقس راه هذا سيتو اش حاجه اللي عاديه. ولكن فخر الدين مثلا امرابط ماشي لا كان الاولى ديالو، هذه كيف راه يعني فايت ماشي في هذيك الاجواء وداك الشيء، لا كان راه كتلعبها وكتجي ماشي لعب كانو قاتم وهذيك لا بيريو زعما لعب كانو جا حسبي لي غير وحده كان ديال الاخر لعب لا كانو جا ماشي لعب لا كانو سكن وباقي دابا ساكن تما وغيلعب مشاف حاله اللي عندهم لافونتاج هما الناس الافريقيين جنوب الصحراء اللي متعاودين وحتى دوك اللي احترفوا لونفونس ديالهم دوزوها في افريقيا. هذا هو اللي كاين، ما تكونش ان اعتمد الركراكي على النصيري كمهاجم وحيد واوحد فلن يفعل شيئا للمنتخب وسيرسله كما ارسل غيره. نصيري لعب ثلاث كؤوس افريقيا رسمي دائما وبدون نتيجه ورا ماركا فيهم دائما سي كات كات. نصيري من 2017 هو اللي كيماركي 17 19 22 ديما حاضر هذه كيماركي قول لي شنو الاضافه اللي غيكونوا الناس اللي وراه، شنو الاضافه على مستوى مثلا نظام اللعب اللي تبدل هنا ما بين ايرفيرونار ووحيد ودابا شنو الحوايج اللي تبدلوا باش هذا النصيري يكون بيرفورمون. واخا انت حيدتي نصيري حيدتي اكس درتي ايكغيك، شنو اللي ضمنك ان عقلتي في الكوب دافريك فاش كنا كندوزوا الماتشات كنا ديما كنسولوا علاش واحد داير النصيري والكعبي في بزاف الماتشات بجوجهم كواشا وبجوجهم. هذه ربما اصعب كاس افريقيا للمغرب، المغرب قادم من كاس العالم، الجزائر ومصر ونيجيريا بعد خيبه الكاس الماضيه وعدم التاهل لكاس العالم، والكوت ديفوار المنظم اضافه لرغبه غانا وتونس العوده وحلم اللقب ديال وحامل اللقب السنغال. وانت راه دابا جبتي سعود كاع داك الشابو واحد جبتيه، راه هادشي اللي كاين في المنافسه هذه. عندي احساس ان المنتخب ديالنا غادي يدير كاس ان شاء الله وغادي نتلاقاو في النهايه مع مصر حيتاش هما اللي واعرين في هذا الكاس ان شاء الله، وحنا نوصلوا بعد النهايه وديك الساعه اللي بغى يجي مرحبا بها السي اشرف ان شاء الله الرحمن الرحيم. امين بيروك كيعلق على الماتشات بالفرنسيه، عاقل على الماتشات، تحيه لفخر الدين الله يبارك فيك. لا كنظن مراد متوكل فاش ف دوزيام في 2004 هذيك الساعه عنده حقه، راه كان امين بيروك لا ولكن واش كان كيعلق على الماتشات ولا لا؟ ما تقدرش انا ما تسولنيش بحال هادشي، ما كنبغيش ندخل معكم في هذا حيت ما كنعقلش. سيمونير الزاكي في حوار مع حسن فاتح في التسعينات وفي تشبيه لعمله مدربا للمنتخب، لا ماشي في التسعينات مورا 2004 حتى هي كتضحك كنستقبلو كنعرفو حسن فاتح ما كاينش الشعر وكيهضر مع الزاكي وكنعرفو انه قبل كانت واحد لا طونسيون قبل كانوا انتقادات كثيره للزاكي مع ليكيب ناسيونال وداك الشيء منهم حسن فاتح كان واحد الوقت النقاش في خر الدين. المهم في البلاطو من بعد الانجاز ديال 2004 يلا سول فاتح الزاكي قال لي زعما الظروف كيفاش الانجاز وداك الشيء، الزاكي ما عطلوش حتى هو قال لي كيف كيقولوا عطيني راس مزيان نعطيك حسنه مزيان هذه كانت عنده ديما كيقولها عطيني راس هذا مزيان هذا مثال كان كيقولوا دائما بدو قال لي غير ما بغيتش يكون الراس بحال ديال حسن فاتح. امين بيروك داكور اخويا شكرا لكم بعد اللي كتفكرونا بهاد اللحظات هذه حيت حنا ما دخلناش غير في الجانب ديال كره القدم عند المنتخب الوطني حتى في الماتشات وشكون اللي كان كيعلق هما اللي واعرين ما كاين حتى مشكل. المصريين سيمونير بلاغ لنادي الرجاء في التقرير المالي للسنة الماضية قبل الوقت القانوني للجمع العام التكميلي القادم وبرافو للمكتب صحح الصيغة من مشروع تقرير مالي إلى تقرير مالي. أي راح تحية عبد الرحيم الوزاني اليوم حذاري. سلام سيمونير اليوم سي لانيفرسير دو مروان الشماخ 40 سنة
2004 كانت عنده 20 سنة. باس فيت. 40 سنة. سؤال فخر الدين. مرحبا. ديما كيسولك هذا السؤال. وكنا كنقولوا ليه أجل بلاتي. زيد شنو هو هذا السؤال؟ وراه السؤال جا وسط النقاش يمكن. قول لنا قول لنا. واش يقدر المنتخب يفوز بكأس إفريقيا بصراحة؟ لا وبلاتي بصراحة شنو هي الصراحة اللي غادي نقول ليه؟ قول لي الصراحة. قول لي الصراحة. نتسناو بعد البداية. وحتى في البداية ما عمرك ما تثق. وأكثر من مرة منتخب مغربي قدم مباريات مزيانة في البداية. ما صرت 9 نقاط في الدور الأول. تبارك الله كان ديروا هذا غير هو على حساب ديروا المونديال اللي سميتو شاك ماتش عنده مسائل ديالو كتلعب إيطاب بار إيطاب. دابا المدرب كيبقى ياخذ تروا ماتش الأولانيين ثم كدوز إلى الدوزيام تور وأنت غادي وأنت غادي حيت هو هاد كوب دافريك فيه نقاش وخص كيفاش تجيريها منير ويكون عندك المستوى ديال اللاعبين تقريبا متقارب ما يكونش عندك دي بليسير ما يكونش عندك بزاف ديال الحوايج هادو كلهم عوامل خصك تحطهم قدامك ثم الخصوم اللي غتواجه حتى ماتش ما غيكون سهل هاد لا كوب دافريك اللي هضرنا عليها حنا وكيهضروا عليها حتى الناس وشموا الريحه ديالها وعرفوها بين المشاركين اللي كاينين دابا في كوت ديفوار وكانك دخلتي في واحد كوب دافريك جديده لان من بعد ديك القتله اللي كانت الجزائر واللي كانت لاتونيزي واللي كانت في لاكوب دافريك وحتى واللي ما تاهلش لكاس العالم اللي ما تاهلش واللي ما هذا بزاف ديال الحوايج جات واقعين دابا حاليا جيتي مع واحد البلد المنظم اللي ماشي عادي لقينا الكاميرون داك المره رغم ان الضعف ديالها راك شتي كانت ما قدمتش مباريات ولكن ديك الاكسبيريونس وداك الحماس الجماهيري وهذا قدروا يبقاو غاديين منير كما خرجاتهمش لجيبت يا كي اللي خرجاتهم يا اللي خرجاتهم في الدومي فينال ما عليناش دابا غادي ولكن راه بان العربون ديالهم اللي دازوا بالدفاع مع جزر القمر بوركينا فاسو شفنا التدخلات ديال ايطو وداك الشيء ما كانش هو هذاك بوركينا هاد كوب دافريك ما منضمهاش واحد البلد اللي هو في المستوى الكروي ديالو نقدر نقول غادي يطيح في الدور الاول ويخلي الامور تكون ولا يقدر يمشي في الكارت فينال دابا البلد المنظم عنده تاريخ جينيراسيون زوينه عندهم وعندهم دراري باقين صغار ودراري مزيانين وكاين حماس لعبنا معهم ماتش اميكا راك شتي كيفاش داز يعني كاين بزاف ديال العوامل اللي غادي تخليك هاد لا كوب دافريكا تكون صعيبه خصك توجدها وصافي كات كات عاوتاني حتى نرجع للنصيري كات ونجاوبك ماشي مشكل هذا النقاش هذا غير لتصحيح بعض الاشياء واسمح لي قال لك النصيري سجل ضد منتخبات ضعيفه جدا والكوت ديفوار ضعيف جدا 2019 شيء شوف أقولك شيء النقاش إنك يوصل على أنا دار ولا ما دار تقولي شخصي لا ماشي هكاك واش حنا غادي نحيدوا دابا بور لانستون أنا غادي نقول لي واحد القضية غدا نجلسوا نصير إحنا أيه البديل شكون شي واحد كيلعب بجوج نفس الكاليتي ديال جوج تات بحال هكاك يقدر يدار معاك ويقدر يدير هذا هو المشكل وخصك تعرف اخويا كات كات ان هاد مزيان كات كات والله العظيم عنده علاقه ب رباعيات الدفع اه لا عنده علاقه تب اسلوب اللعب ديال الركراكي ديما هذيك الكات 1 كات 1 هذاك الان راه ونصيري ونصيري والان الاخر هو مرابط هاد الجوج هادو هما جوج بياسات اللي داير عليهم هما اللي يمكن يوقع فيهم مشكل الا غابوا اخويا منير لقيت البارح لقيت في بي ان البارح نهائي كاس العالم بين هولندا والمانيا عرفتوا هذا ديال 74 بوصف السوري الرائع ايمن جاده المباراه التي لعبها كرويف مصابا ما كانش ديك الساعه ما كانش بي ان سبورت لا غير كيعاودوا بتعليق تعليق سميتو ما كانش فيها كرويف اي جي بيلانتي وريمينيغي وهونس وبيكن باور في مباراه ابدع فيها سيب ماير واعتقد كانوا هما بعدا لي هولندي كانوا في هذوك جوج خوت كان اللي ماركا وقيله بيلانتي يوهانس كنز لا اللي فرير اللي كانوا في هولندا المهم كانت فرقه كلها كرول فوتبول توتال فوتبول كان كرول رود كرول اللي جا كرول اللي جا مدرب عند الرجاء اللي جا مدرب في الرجاء منير واش رؤساء الانديه المغربيه اللي غيكونوا في الكوت ديفوار واش غادي يجيبوا معاهم شي صفقه افريقيه ولا غادي يكونوا ضيوف كيف ديما نجاوبوا هل على غير هاد الرؤساء قبل ما يمشيوا يفضيوا الالتزامات اللي عندهم هنا مع اللعابه ديالهم
ولكن دابا انت ما فهمتيش يا منير شنو قال مصطفى قال لا انا انا جيت من الاول انا دابا يفضوا مع اللي هنا عاد شوف هذا المسير الا ما عنده ما يدار يمشي يدير شي صفقه واللي بغى يدير الصفقه غيديرها حتى لدابا خصو يدير واحد لوبجيكتيف عليها واخا غنطلب من اميمه تعطينا واحد الفاصل ثم نعود مستمعينا الكرام لمواصله الحديث معكم وانتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. البطوله مع منير اوبري فخر الدين رجحي وايمان بوليد من الوحده لثلاثه ديال العشيه على شاده اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام تحت كل الاصدقاء وكل المتتبعين. غير نشير بانه رغم المنافسه ديال كاس افريقيا راه بين الفينا والاخرى هنايا راه ضروري كاين الكثير ما يقال هنايا وشكرا صديق لاني نبهنا الرؤساء اللي غادي يمشيو فكاين كاس افريقيا لهي كاين منتخب الوطني كاين اجواء كاين داكشي ديال لهي ولكن هنا لداخل راه باقي شي حوايج اللي بين الفينا والاخرى غادي تجبد. هناك مدربون رؤوسهم قد ايناعتوا والرئيس سيقطفها لكل فريق كاين لاعبين كاين اللي غادي يمشي اختيارا كاين اللي غادي يمشي قصرا كاين اللي غادي يمشي اضطرارا وكاين بزاف ديال الحوايج كاين ازمات اللي غادي تبان عند بعض الفرق وهذه الفتره ديال التوقف ديال 45 يوم مسهلاش الله يحفظ السلام هذه ديك الربعين اللي كت مسهلاش غادي تدوز وما عليناش ما عليناش. ناخذ معنا اول متصل في حلقه اليوم سي تامي من فاس. مرحبا بك سي تامي. خويا منير السلام عليكم. وعليكم السلام سي تامي اهلا وسهلا. الله يحفظك خويا منير تحيه ليك والسيف خالدين والاخت ايمان الله يحفظك سي تامي الله يحفظ ليكم. الصراحه الله خويا خويا منير انا شخصيا ولا انت ولا بزاف ديال الناس دابا نحيدوا الفيستا ديال ديال هاد الكرة ديال الانجليز والالمان وشفتوا البطولة الوطنية وعلبتوا بحال اللي درتو نتوما قبلتي تنشوف داك التصويرة ديال كأس افريقيا هي الله يحفظ قبل ما نقلبوا هاد الفيستا هادي واحد النقطة مهمة إلا سمحتي. مرحبا مرحبا تفضل. تتوقع في هاد الأيام هادي آخر هضرة نهضرنا على البطولة ديالنا على الكرة المغربية هي دابا صافي غادي توقع كل شيء غيمشي للكوت ديفوار ماشي غنمشيو في الطياره ولا هذا عقلناه بتتبع ولا هذا وغنساو شنو واقع هنا واحد القضيه مهمه غتوقع اللي هي الميركاتو دابا دابا بزاف ديال الرؤساء في السير غادي يمشيو يبغاو يشجعوا المنتخب وعادي يخليو الامور كما هي ولا كم حاجه كيف يقولوا قضيناها بتركيها صافي واللي عيوقع يوقع ومع كل شيء يكون كونسونطري في لاكوب دافريك حتى واحد ما يبقى عارف شنو وقع حتى تنسمعوا هذا دار وهذا دار دابا بين المسائل اللي تتوقع وهذه باينه هذا الاتجاه هذا اللي كاينه دابا فلا جيتي تبحث في هذا الاتجاه السي تامي واسي تامي كي داير خويا لاباس عليك اسمح لي على قطعتك دابا انا قبيله سمعت منير هضر وهذا وزدتي تاكو في على هاد الرؤساء واش لاعبين كيفاش لاعبين لا الا غادي يمشي لا اللي غادي يمشي لاكوب لا بلاتي انت غادي تمشي هاد لاكوب دافريك غادي تبدا غتبدا لاكوب دافريك راه هو غادي معاهم كيديو الطبل لا ماشي هكاك واش هاد المسيرين راه نورمالمون الا بغيتي المعقول اخويا تامي امتى كنمشي نحضر انا الا كنت انا نيت باغي نحضر وبغيت سميتو كنحضر بالقانون وبدات تكون الامور كيبدا بدا المنتخب المغربي يلعب ومنين كيوصل لواحد الدرجه ان ديك ساعات يكون الحضور انا حنا دابا غير تهز حوايجك وزيد نعم خويا فخر الدين غير انه كان مسؤول ولا هذا كانسان مواطن مغربي من حقه يمشي حنا دابا دابا ما ندوش على كمواطن مغربي المسؤوليه اللي عنده هنا دابا وييه راه عنده مسؤوليه نعم من حقه يمشي حقه يمشي كاع بلا هذوك اللي في الجامعه انا رئيس فريق ومن غير ما نكون رئيس فريق انا مواطن مغربي عادي هذه لا تناقش غير ولا عندك المسؤوليه ما كتوليش مواطن عادي الله يرحم الوالدين لا 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 شوف دابا شي وقع انا اللي نقول الفكره وغنخلي فخر الدين يفهمني مزيان حتى هو فاهم شي امور الفكره اللي بغيت نقول دابا هاد ليتيج هادو اللي كاينين ملي تجي تبحث ليتيج سيمونير ولا فخر الدين ولا حتى ايمان عارفين انا نعطيك مثال واحد جوج ديال اللي تيجي في الماتش مثلا اللي عارفه الا قلت لك كانوا 7 مليون ولاو 200 مليون فهمتيني اش بغيت عاديه السيد كانت خمس
كانت 15 مليون تيسال ولا تيقول لهم عطاونا غير النص داد 15 صندفع عليه التليفون ما تنجاوبوش حتى ولات كتولي 300 هادي ماشي كاينين فرق اخرين تجي تبحث على داك على داك لو مونطون الرئيسي تلقاه لا علاقه باش تحكم داك الناس يكونوا باغين هي فلوسهم شنو بغيت نقول هاد الوقت اللي عادي وقع طم حتى واحد ما يعرفش كاين تنسمعوا النتائج راه بزاف هذا هو الوقت ديال نخدموا ونمشيو نرغبوا الناس نمشيو نديروا داك لاميابل ديال الفراقي راه شحال من حاجه دابا تيقول لك ها هي دوزه خلي تحصل في واحد اخر هذا هو سميتو انا ندوزي هذه الفتره بغيتي تدعي سير دعي مع العلم الحاجه اللي تخلصها اليوم بدرهم يمكن لا غدا تخلصها ب 50 درهم وكاين واحد القضيه خطيره عاوتاني السي تهامي راه تكون في راسك حتى انت هذا الوقت اللي حنا كنهضروا فيه واش عرفتي شحال ديال طلبات فسخ العقود من طرف واحد بطبيعة هذا العام راه داك الشيء لا حول ولا قوه الا بالله والله اخويا منير شت ليتيج اللي كاينين عند الماس دابا الا داك الشيء غريب اي واحد مشى تقريبا داير ليتيج تيبان ليا وما دابا حنا تنشوفوا اللاعبيه واجي تشوف المساعد المدربي الاداريين والمدير التقني لي بريباراتور فيزيك ولي ميديا والبريباراتور فيزيك شحال وهاد الناس اللي عايش يمشيو يتفرجوا في ليكيب ناسيونال ما فيها باس انا مثلا نهضر حتى على شي واحد نهضر عموما ما فيها باس الى هاد الوقت هذا قلت لواحد 10 ايام ودار خدمه لاجل داك الفريق راه امانه لواحد اللي عم نعطيه كيف قلت لك 1000 ريال دابا في الشهور راه يمكن له ياخذ هي درهم دابا وشوف وبالعلاقه شويه ديال اللاعبين والله العظيم الى 90% ديالهم تيبغيو يتفاهموا والله العظيم الى كل شيء باغي زعما بالتقسيط وعطيني هي شويه هي ما تقطعش عليا التليفون وما تفلاش عليا وراه دابا تبقاو ليتيج 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 واه اخويا فين هذا الشيء هذا مع العلم قلت لك راه شوف دابا ثلاث ايام حتى واحد ما يبقى يهضر على هذا الشيء دابا عندك 45 يوم جابها لك الله كي قلتيها السي تامي الواحد يجلس ويناقش فيها بزاف الحوايج وراهم ما عيديروش هذا الشيء السي تامي نعطيك عاوتاني مزيان ملي فكرتيني في ليتيج كاين حتى واحد الانواع عاوتاني ديال الناس ملي ما كتجلاش وما كتواصلش وما كتفاهمش كاين واحد النوع دابا ديال بعض الفرق اللي عندهم المنع وكيحاولوا يمشيو يحلوا اميكالمون هادوك المشاكل مع دوك اللعابه ديال نسبق ليك نعطيك وندير معاك بروتوكول كاين واحد الفئه ديال اللعابه اللي مساكن قابلين انهم جلس عطيني شويه ونسمح شويه وغادي وكاين واحد النوع اخر اللي ما باغيش يهضر كاع هو كاع وهنا هاد النوع اللي ما باغيش يهضر انا معاه كيقول لك لانه في واحد الوقت فاش كنت انا اللي باغي نسوي الوضعيه انا اللي كنت باغي نمشي ما كان كيجاوبني حتى شي واحد ما تسوق لي حتى شي واحد راه كاين هاد راه بزاف ديال الحالات اللي كاينه هنايا اللي تبعتي كل حاله سي تامر افلام وافلام فكرتيني انت في هاد القضيه شكون هما شكون هما لا بلي بار ديال هاد اللعيبيه اللي تياخذوا الصوم كبيره وما تيبغوش يتساهلوا لحقاش ما تيمشيوش لهنا لجنه النزاع تيمشي لك الطاس نيشان كيمشي نيشان الاجانب هما هاد بيت القاصد شمن الاجانب غنجيبو دابا انا متيقن على الاقل البطوله الوطنيه دابا يدخل لها واحد اكثر من 10 ديال الاجانب انا الماتش اللي كنشوف فيها الماتش التالي ماشي الماتش التالي اللي قبل التالي مع المحمديه خمسه ديال الاجانب جالسين في البونتوش ديال الماتش انا بالنسبه لي سابقه عمري ما شفت شي بونتوش شي فرقه خمسه ديال الاجانب جالسين يعني غتسول علاش جاو نشوف الكره فوالا وهذا والله ما يتعاتق معك والله ما هذا انت ما تمشيش لجنه النزاع تحطها في الطاس ولا شفنا شي وحدين لعبوا لا في الماتس لا في الرجال هذا يمكن عمره ما تلقتوش وخدم من 150 مليون الفوق اوكي اللي غتصور اللي عارفهم اوكي اللي غتصور الله يرحم والدينا هاد قوه الاجانب هي من اجل الاجانب راها بركه علينا وباش ما نطولش عليك اخويا منير سي تامي نعم واحد القضيه تنشكرك اللي انا من النوع اللي تيعجبني لارشيف اللي تجيب هاد التصاور هادو ديال جبت شي حصيله وغير واحد وراء ما عرفت واش نقولها المونير والاخت ايمان صيفط المونير واحد التصويره ديال المنتخب فيها فخر الدين في الهند شي ناس اللي كانوا لابسين الاخضر في الهند في الهند وقربوا يتنساو ولكن مونير الله يهديه لا خبيتها لا اصبر اصبر اصاحبي هذيك فخر الدين شوف مونير يقرا ذاك الواتساب لا ولا عليك انت انا غير هذيك خبيتها لان فخر الدين كنبغي مره نفاجئه بشي تصويره حتى ذاك الوقع ديال ملي كيتلفت ويلقى تصويره كيعجبني انا هذاك عرفتي علاش
عرفتي علاش؟ لحقاش دازو كوايريا وحرام يتنساو وشو واش تشوف واش فخر الدنيا عقل عليهم ولا لا الفرقه اللي لا الله يهديك السي تامر واش نعقل عليهم لا 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 شوف شي سميات شو مالك شوف شي سميات لا شي سميات ما الناس اللي ما شوف يقدروا عباد الله والناس ما يعرفوهمش ولكن ان شاء الله انا غادي نقولهم لهم حيت انا اون فوا كنلعب مع هذيك الناس ما يمكنش ليا هذوك راه عقلتي على بوسلهام اخويا بوسلهام هو والنكروز في لا ديفونس ديال وجده اتونسيون او شكون اللي ما عقلش على بوسلهام اخويا واش نقول لك تاع الله يشوف منير الواتساب ديالو يبينا واش نقول لك شكون اللي غادي يعرف هذاك جمال قريتس جمال قريتس ديالنا ديال الماس ديالنا الله يا ودي راه كاين كاين باش نقول لك انا كاين دابا دي جوار اللي الغنمي في الماس شوف كاينين كاين دي جوار السي تامي بزمان مزيان منير ملي كيدير دوك الصور فذكر كيقول هانيتو مزيانه انت يمكن لك السي تامي كتعرفهم يلا الى تنفرح وي ولكن عدد كبير شوف نقول لك واحد القضيه وثق بيا السي تامي اسمع اش نقول لك وي خويا اسمع اش نقول لك وهذه خدها من عندي راه شحال مره كنا جالسين ملي كتهضر اش لعب واش هذا لعب قدك المدرب واش هذا كان في المنتخب وكي غدير اتفق معك لا لا شوف لا شوف السي تامي السي تامي كتعرف منين امور دابا اختلطات الحمد لله اللي باقيين عندنا الناس وهذه شي حاجه كنفرح لها انايا هما دول اللي كنتلاقاو معاهم دابا في الشارع وكنشوفهم في عدد كبير من المجالات ناس 60 عام 70 عام تيوقفك وتيقول لك انا هذا عزيز عليهم ليجيون تبارك الله اللي تما متقفين ومتبعين الاحداث اما كون جينا نعولوا على الرضاعه كون بقينا هنا نقول لك اش كاين نعم خويا شوف قبل ما نمشي شط الوقت ما بغيناش ماشي مشكل غير تبارك الله ما طولت يا سي تام لا 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 والله درتي برنامج مرحبا مرحبا 50% مرحبا تامر درتي برنامج اليوم الاربعاء عقل عليها راك درتي برنامج ما تبغي نطول ولكن بصحتك بصحتك مرحبا بك شوف 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 كاع اللي تصنت لي تصنت لي سي تامر تصنت لي والله العظيم انا ما هضرتش تصنت لي اي واحد اي واحد كي والله العظيم ما تنقولها البرنامج ما كينجحش بينا حنايا كينجح بكم انتوما علاش كتعطيو افكار لينا حنا وكتعطيوهم للناس وكنناقشوا والله العظيم راه احسن حاجه في الراديو راه هي اخويا مرحبا بك اخويا تامر لا انت ولا كاع الناس اللي كيعيطوا لينا ماكرهتش اخويا فخر الدين سمعني يعني ماكرهتش في هذا المنتخب الا بغى منير ودارنا هاد التصويره من بعد ان شاء الله لا غنديرها ان شاء الله ما كرهتش تعاودنا لحقاش جاتني انتم مشيتوا للهند تعاودوا لنا داك الهند والله تنعاود لك انا عاود لك هذاك الدوري كيفاش داز اشوف نزلنا في بومباي ومشينا لكوشين الهند والكره تما وشنو غادي نعاود لك شوف نعاود لك حتى الحوايج اللي وقعت ترفيه هذاك شي حاجه ترفيه طرائف والله العظيم الا وقعوا لنا طرائف في الهند حنا ديك الوقيته حيت جلسنا تقريبا شهر وهادشي اللي بغينا وهادشي اللي لا بلي بونتي بغيو ما هادشي شوف المنتخب عاد يدخل هذا ولا هذا راه شي غنشوفوه انت غتشوف صراحه شي حوايج بحال هكا والله العظيم انا شخصيا ما عرفت الناس احنا ان شاء الله نهار شوف نهار تحطت الصوره وديها السي تامي ان شاء الله غادي غادي علينا منير نعطيك بزاف ديال الحوايج وكبرت في هذا الموضوع السي تامي تبارك الله عليك الله يحفظك السي تامي تحيه لك كاين واحد التعليق ديال ذي مروكان كريزي مديريه التحكيم في قمه التناقض واخ صبر ناخذ واحد الفاصل ثم نعود مستمعينا الكرام Saviez-vous qu'il est possible de gérer vos noms de domaine, sites internet et adresses mail chez Infomaniac? Vous payez le juste prix. Et les données de votre entreprise restent au cœur de l'Europe. Infomaniac, le cloud éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com. 739-21. Le Botola, avec Mounir Oubri, Fakhr Din Rjhi et Inan Bolid, de l'Ouahda à 3 de l'Achia, à la Jada FM. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شذا اف ام وزوين هادشي ديال الهند ان شاء الله اخا سي تامي والله زيد تن غدا ان شاء الله غادي نحطوا التصويره ما كاين مشكل سي منير دز حدا ثانويات بنو البناء المراكشي
تنوية تفكرت فاش كان حداها غير الروضة والخلا والقفار حداها حدها 6 ديال العشية وقت البرد والظلام الدامس. فما بالك اخويا لك تساكن في حي عادل وخصك تفيق مع اش من وقت وتخرج من داركم مع اش من وقت وباقي الظلام باش تدخل مع 8 تما بنو البناء والبرد والشتاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ولكن مناسبة ثاني تحية للأساتذة ديال الأساتذة كلهم اللي تما بالخصوص أساتذة التربية البدنية. ما حنا كنهضروا على الرياضة والله العظيم فخر الدين تما إلا كانوا أساتذة راه ماشي هو مشرف على قسم راه في وسط القسم كيقلب وسط منهم على دراري اللي ممكن يمشيو يلعبوا الباسكيت ولا يلعبوا الفولي ولا يلعبوا الهوند ولا يلعبوا الكره. كان ديك لوريونطاسيون وكانوا كيداروا دي تورنوا وكانت بزاف ديال الامور تورنوا ديال المدارس. ولكن في الحصص التربيه البدنيه هاد الدري مزيان في الباسكيت عنده واحد لو بلوس سير شوف لك هاد الكلوب راه كاين هذا واخا ويهز كاع التليفون باش انا غنعاونك. تحيه للاستاذ الحسن اوزوكات تحيه للسي احمد القنديشي دابا راه في المديريه ديال التحكيم واسمح لينا الا كنا كننتقدوا السي القنديشي. تحيه كذلك للسي الكريني واحد العدد ديال الاساتذه الله يجازيهم بخير. السلام عليكم ورحمه الله. الاستعداد لتنظيم كاس افريقيا وكاس العالم بازاله السكن العشوائي ودور الصفيح امر جميل، فهل هناك برنامج لازاله عقول الصفيح؟ انا هنا هذا السيد كيتكلم على الدور اللي كنا تكلمنا عليه هو قلنا على الحجر والبشر. هو هي اللي بغى يجبد ديك دابا وسيفري لا ريزون خاصنا دابا نبازيو على انه نحاولوا منير العقول الاخلاق ديالنا بزاف ديال الحويجات. هذا هو الوقت وخا ما توصلش للطوب ولكن على الاقل منير تبدا حيت خاص هادشي خاصو يكون. حنا بزاف ديال الحويجات عندنا ماشي هما هذوك مع كامل الاسف. مديرية التحكيم في قمة التناقض حول لقطة حركاس الأولى، ليس هناك ضربة جزاء لأنه لم يكن هناك ماشي مس يقولوا لمسة واحتكاك، كان يجب على الحكم فقط إعطاء بطاقة صفراء لخطورة الحركة يعني فيها صفراء ولكن بيلانتي حتى يسيل الدم تحقق تحماق. أنا خويا بكل أمانة سولت على هذيك ذاك لو بيون افون اللي كان في الكاري 18 ديال واحد كنثق فيه قال لي بيون افون فيها ضربة خطأ غير مباشرة داخل المربع. مشكلة هاد القضية هادي يا فخر الدين نورمالمون واحد دابا انت كت ضربت خطأ غير مباشرة هو ضربت خطأ صغار باش كتقول لي إلا هي خطأ راه ديريكتومون البينالتي نورمالمون هادشي غنفهمو حنا. أنا ما نفهمش أكثر من هادشي. أنا أين فوا كنشوف لا فوت دون الكاري دوزي متر لو سيفلي غيمشي ديريكتومون وكاينو واخا ما يكونش فيها الكونتاكت. ماشي أنا كنقول لك أنت ما فهمتينيش لا باز ديال هادشي هو أنا هادي الشوفة ديالنا اللي عارفين ما عرفتش أنا قانون من غير هذيك القضيه ديال زعما الديفونسور يديرها بالاني ويطيح دونك لا داك التحايل هذاك داك التحايل حيت بعض المرات كتحسب ماشي بعض المرات راه ديما بحال اللي وقع الحمودان ستان بينالتي عطاه صفراء ومشى شاف الفار ولقاه بينه ستان بينالتي حيد ليه الصفراء وعطاه بينالتي هادشي كيوقع. دابا كندخل نشوف هذيك القناه اللي دارتها سي سي دينا الحمد لله دابا راه كاين دابا شحال وصلنا من فيديو وحده دابا كاين 4 ديال الفيديوهات ولكن واحد الفيديو منهم فيه تدريب غير في تقنيه الفار يعني ما عندوش علاقه بالحاله التحكيميه. اخر فيديو راه كاين دابا تحط البارح تقريبا في واحد 8 ديال الدقائق وفيه محاوله شرح الحالات هكا باللقطات ثم بالتفسير كيكون مكتوب كتدوز اللقطه وكتلقى في الفيديو انت بحال مثلا كيقول لك القرار لا خطا ورقه صفراء لاعب رقم 11 الجيش الملكي فقد توازنه بفعل يعني الاحتكاك مكتوب. بغينا شي واحد اللي يخرج صاحبي يوضح صافي هكا راه ما كاين ما احسن من التواصل المباشر. نمشيو لكندا يوضح لنا سي سعيد. نمشيو لكندا مرحبا سي سعيد من كندا وضح لنا. سي سعيد اهلا وسهلا. السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام سي سعيد مرحبا. كيداير اسيدي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. كيداير اخويا؟ الله يبارك فيك سي سعيد. مدام ايمان كيداير؟ الله يبارك فيك سي سعيد شكرا لك. الله يبارك فيك. بغيت نناقش معكم واحد المساله واحد اللاعب ديال المنتخب المغربي. اييه. ذاك الانجليزي المزراوي أيه. زراوي
دابا مثلا اودي سي فخر الدين وسي منير الايمان مزراوي دابا يلي بليشي يعني تيبو هما يبا ايتر بريزون لو تروازيام او بيان لو كاتريام ماتش وي مازال هما ما عارفينش واش غادي يكون بريزون لا مثلا سيبوزون يا خويا ما اي ني با اي با بريزون او سي جامي هذاك عطيه الله ايلي وي اون بليس ايلي كونفوكي اخويا ني با بريزون واش عندهم الحق يرومبلاسيو بار ان اوتر جوار ولا كيفاش كومون سا مارش خويا ما غاديش نعطي شي معلومه غلطه ولكن كنظن الزون لو دروي لا عطاو ملف طبي يؤكد الاستحاله ديال انه يكون حاضر ولكن ما عرفتش لو ديلي ديال لو شونجمون بامكانهم يشونجيوه بلعاب اخر ولكن ما واش 24 اور افون لو ديبي دو لا كومبيتيسيون واش 24 اور افون لو بروميير ماتش ما نقدرش نقول شي حاجه ما يقدرش يعطوك امون شي مهله اكثر من هذا لا الا كان عندك ان كاب بحال هذا ديال حيت الا خليتي تدخل لا ما يخلوكش تدخل كومبيتيسيون ويولي عندك انت لو شوا دير اللي بغيتي وتبدل انا نقول لك لا كان ما كيبدلوه لك حتى كتكون فوالا ما عرفتش فهاد الشيء اللي كاين سي سعيد ولكن دابا حنا دابا ايه ولكن حنا دابا ما متيقنين بان واش غادي يكون حاضر 100% حنا بعنا دابا في ان جوور وكاين كاين سيرتان جوور اللي غادي ياخذوا المكانه ديال المزرعه حنا مثلا نقصوش من القيمه ديال المزراوي ولكن باش كونفوكي ان جوور بليسي و تي با سور واش غيلعب راه مشكل هذاك اودي سي وهادي ريسبونسابيلتي خداها والد هاد لو ريسك هذا خداه والد خداها والد ولكن راه خصو يتعامل شويه بلا ما يحكي خصو يكون احترافيه ماشي جوور اللي بليسي وانت ما عارفش بانه واش غادي يكون حاضر وداك الشيء وتو لو كونفوك سي انا على الراي ديال اخويا وتنحترموا الراي ديال الريوح وكل واحد ديال شي تي ريزون بصح 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 لا مرحبا وتنشكركم اخويا على البرنامج وبارك الله فيكم اسيدي الله يبارك فيك شكرا لك صفوان حمادة قال لي سيمونير الإعلام الجزائري عاوتاني هضر على المنتخب ولوطي اللي شدوا الماكلة وما نساوش 2019 داروا نفس الحاجة باغين واخويا اش نقول لك راه كل واحد كيمشي على حسب الإمكانيات اللي موضوع عليه ولكن شتي الترتيب ديال أعلى لي سالير ديال المدربين الكان الترتيب ديالهم جمال بالماضي هو الأول 208 ألف دولار شهريا ليكيفالون ديال قول 200 مليون وهكا الركراكي واقيلا سي لو سيزيام يمكن لو سانكيام 60 ميل المدرب ديال تونس 11000 دولار ما يعادل 11 مليون مدرب عاد كتمشي لدوك المنتخبات اللي هما على قد الحال ما عندك ما دير انا حاجه كل اشوف ظهرنا على هادشي في كاس افريقيا اللي دازت كتسبب لك شويه ديال لا كان انا كنت الا مشيتي في داك تنظن بانه الامور غادي تكون شويه نازله انا نقول لك الامور غتكون شويه نازله ما كاينش داك البذخ لا ماشي على البذخ حتى كيفاش مشى المنتخب وهادشي اللي فهمتي غادي تكون الامور شويه والله نتمنوا ايوا شكرا لك سي فخر الدين تحيه لك نتلاقاو غدا ان شاء الله شكرا ايمان شكرا لك منير ونتلاقاو في حلقه يوم الغد ان شاء الله مستمعينا الكرام الساعه الثالثه باستوديوهات شاده اف ام بقيه اوقات ممتعه سلام عليكم.